السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل. طيب الله مساءكم أو صباحكم أو ليلتكم أو في أي وقت تشاهدون هذا اللصق. والناضين هم اللي غادي يشوفوه في الدقيقة 91 ليلة الإكزام. مرحبا بكم أينما كنتم داخل أرض الوطني وخارجه. مرحبا بالناس اللي عارفني راه عارفني، مرحبا به، واللي ما كيعرفنيش هو مرحبا به. قبل ما نبدأ، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، دائما اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصرهم على أعدائهم. فقبل ما نبدأ مرة أخرى، التي يغدي غاف إليه فوزابل إليه فاسيل، بسيطة سهلة مهلة، دائما عنواننا فاسيل مسيل، كل شيء بإذن الله. فيها كلكو نوسيون خصكم تفهموهم مزيان، وكلكو شنو كنت باغي نقول بروبريتي، وكاينين بعض لي بروبريتي اللي خصهم حتى هما يتفهموا، ماشي كيعاود يتطلب منكم انكم تعاودوا تمونطري هو، لكن كيكون عندكم داخلينه معكم في جيوبكم، ماشي زعما نقله، داخلينه معكم في راسكم، هذا هو قصدي. و لي زالغوريتم، لي كاتر الغوريتم اللي غادي نابورديو في هذا اللاصق، هادشي اللي كاين الي فيزابل. ولي تذكير في العام اللي فات كان شحال واحد كان جي فيه 20، ماشي شحال واحد، ولكن زعما كنعرف شي دراري كانوا جايبين تبارك الله 20 فيها، يعني راه على بورتي لا تيوري غراف ما تخليكمش. فغادي نبداو بي لي كونسيبسيون، لي كونسيبسيون لي نوسيون دو باز، يعني حيت كنكونو كنهضروا في تيوري دو لونغاج. اودي لا حول ولا قوه الا بالله، غير صبر معايا في هذا اللاصق، راني وليتي كندخل في لي موديول وصافي. المهم هادشي كيبقى غير انترو، مدخل مخرج ما كيهمش. دابا في الدوزيام عندنا تيوري دو لونغاج، مره كنقولها تيوري دو غراف، فعلى اي حال نبداو. هادشي كيبقى غير انترو، فخلينا ندخل الموضوع او صلب الموضوع. فوالا، اول حاجه غادي ندير في لي نوسيون دو باز هو دائما داك القلم ونبداو. لي نوسيون دو باز، غراف نو اورينتي، غراف اورينتي، ما غاديش نتج واحد فيكم عنده ادنى مشكله، خصكم تكونوا فاهمينهم مزيان. غراف نو اورينتي هو الغراف اللي كنبقى نهضروا غير على بلاص ما نهضروا على لي كوبل، هذا كيكون فاش لي كوبل كيكون في لورينتي، كنقولوا اكس ايغريك، يعني السهم غادي من اكس لايغريك، لو بوين غادي من اكس لايغريك. لو غراف نو اورينتي كيكونوا فيه هي لي زونسومبل، يعني كنقولوا لاغي وكنديروا غير لي زاكولاد اكس ايغريك. هنا كنهضروا على لي زارك، فوالا، لان لارك كيمشي واحد الاتجاه، وانا كنهضروا على لي زاغيت، ما كيكونش فيهم الاتجاه. فوالا لوغدغ دان غراف، هادو فوالا، هادو يعني في التمرين هادشي خص يكون ميكونش فيه ادنى يعني ايزيتاسيون باش تفهموهم، يعني هادشي خصكم تكونوا ضابطين. هادو يعني غير دي تيرمينولوجي، يعني باش غادي نجي نتريتي واحد التمرين ضروري هاد المفاهيم نكونو كنفهموهم. نو اورينتي، اورينتي باينين. لوغدغ دان غراف هو لو نومبغ ديال لو سومي ديالو، يعني لوغدغ دان غراف هو عدد دوك النقاط اللي فيه. لاطي دان غراف هو لو نومبغ ديال لي زاغيت اللي فيه، و ان بوان الي ايزولي يعني كيكون سومي نون غولي، و بوكل هي لو بوان كيعاود يرجع لنفسو. صافي، هادشي ما غاديش نظن ان فيكم ادنى، يعني ما غاديش يكون ادنى مشكل في الفهم، هي هادو كتكونوا صافي ما كيكونش فيه التخرشيش، كتكونوا فاهمينه. فاش نكون في التمرين كنقولوا سوا لوغدغ ان وتبي ديروا شي ديمونستراسيون شي حاجه، فهادشي ما كيكونش فيه التخرشيش. لا ترانسفورماسيون يعني ليكيفالونس بين نو اورينتي والاورينتي، حتى هي بسيطه ما غاديش نكثر فيها. لورينتي نو اورينتي يعني كفي الاورينتي تزيدوا له السهومه ولا اورينتي، والاورينتي تحيدوا له السهومه. فوالا، كل سهم كان هنا تحيدو هاد السهم واللي غير خط هو ولا نو اوريونتي، فما كنظنش ان غادي يكون ادنى اشكال عندكم هنا. فوالا، في لي نوسيون دو باز كاينين لي ريبريزونطاسيون، علاش غادي نشرحهم بعجاله؟ لان التمرين ما كتعرفوش شنو غادي يقدر يطيح فيه، واش غادي يكون داكشي هضره دي زالغوريتم ولا تريتمون، ماشي تخربيق ديال لي ريبريزونطاسيون ديال لي غراف. فاول ريبريزونطاسيون الشهيره هي لي ماتريس دادجاسونس. ماتريس دادجاسونس بسيطه، هي ماتريس اللي كتكون كاري، وشنو كيكون فيها؟ هنا كيكونوا
لي سومي ديالنا اللي هما 1 2 3 4 شحال عندنا هنا حتى 5 عندنا 6 في هذا الجراف اللي حدانا وعندنا هنا 1 2 3 4 5 اذا كان شي جراف اذا كان دو سومي بيناتهم واحد لا ليزون كنحطوا واحد ما كانش كنحطوا زيرو بحال هنا بين شنو كاين هادي نورمالمون بين واحد وواحد كاينه ها هو حيت راه كاينه بوكل شفتوها بين واحد وجوج كاينه ها هو الخط بين باغ ديفو جوج و جوج بين جوج وجوج ما كاين والو يعني حيت هنا ما كايناش بوكل صافي يعني هادي لا ريبريزونطاسيون الاولى لي ماتريس د ادجاسونس هما اللي كيستخدموا حتى في بيتون كثار كنهضروا على لا ماتريس دانسيدونس حيت كيكون عندنا الاورينتي هذا في النون اورينتي كتجي سهله في الاورينتي كنحتاجوا هاد لا ماتريس اللي بسيطه حتى هي شنو كتقول هي المهم كتكون بدي من هنا كدير هذاك نفس داكشي نفس بحال الفوق يعني كتحطو هنا لي سومي ا بي سي دي او ولا 1 2 3 على حساب وتعاودو تحطوهم هنا وكتقراو هكا اراك الله خارج من هنا حتى لهنا راه بلس 1 كان بالعكس كديرو موانز غنشوفو على سبيل المثال هذا الواحد اللي هنا منين جاي جوج واحد يعني شنو هنا يعني كتقرا بالعكس عفوا يعني هاد الارك اللي هنا واحد لجوج في الرها ها هو فوالا واحد لجوج شوف هنا ماشي بالعكس ولا بالعكس التمرين هو اللي كيعطيها لك علاش انا قلتها اوتوماتيكمون حيت نورمالمون لاك اللي كيكون سورتون هو اللي كيكون بلوس في لا تيرمولوجي سيونتيفيك هذاك الشيء ديال عكس دوران الساعه ومع دوران الساعه فهمتوا البلان ولكن هنا ما كيهمش يعني واحد كيكون فيه ناقص واحد واحد كيكون فيه واحد على حسب واش سورتون ولا اونترون لا ليست دادجاسونس اصلا قريتو لي ليست شيني فهي كتكون علاش كاين ليست شيني اللي كل سومي كيكون هو لو ديبي ديال لا ليست وكيكون شيني لداكشي اللي عاد جاي من بعد بحال هكا واحد شيني لجوج ها هي شفتوها واحد شيني لجوج صافي هاد لي اهمهم هي لا ماتريس دادجاسونس ولا ماتريس دانسيدونس سومي ارك اما هادي هاد لي ليست هادشي كيكون غير في لامبليمونطاسيون في سي ولا في بيتون ولا شي حاجه بحال هكا اما اللي تقدر تخدم في التمرين هي هادي نورمالمون يا اما ماتريس دادجاسونس الا ماتريس دانسيدونس سومي ارك هذا غير اذا كان شي تمرين اللي مفوكسي على هذا الكوتي اللي غالبا كينيكليجيو هذه الخدمه غادي ندوزو للاخرين النوسيون دو باز من بعدهم كاين لو دوغري دان سومي لو دوغري دان سومي اللي هو دي دو اكس هو العدد ديال شنو عدد الخيوط اللي لاصقين فيه باختصار هاد لو سومي دوغري ديالو شحال 1 2 3 هذا هو اهم حاجه كاينه في هذه البارتي لو ليم دي بوانيي دو مان لا سوم دي دوغري دو تو لي سومي دان غراف ايغال ا دو فوا لو نومبر داريت العوده لا سوم دي دوغري دو تو لي سومي دان غراف ايغال ا دو فوا لو نومبر داريت علاش لان كل اريت كتكون لي بين من بين جوج ديال لي بوين ياكم يعني ان عدد لي بوين عدد لي دوغري قصدي لا سوم ديال لي دوغري عندنا لا سوم ديال لي دوغري شنو غادي تكون غادي تكون هو عدد ديال هاد الخيوط في جوج لان كل خيط كيتحسب جوج المرات هاد الخيط كيتحسب مع الدوغري ديال هاد لو بوين وكيتحسب مع الدوغري ديال هاد لو بوين وهاد لارك اللي خارج ولا اغيط اللي خارجه غادي تحسب معاه هنا وتعاود تحسب مع هاد لو بوين غادي تلصق فيه فهمتوا يعني هادي كوم ريغل دائما هاد لي ريغل خصكم تكونوا حافظينهم وفاهمينهم راه ما فيهم ما يتفهم راه اصلا هما بحال اللي قلنا شرحوا الواضحات بالمفضحات هما شارحين راسهم براسهم هل تفهموهم هاد لو ليم كيقول لك بان لا سوم دي دوغري ديال تو لي سومي كتساوي دو فوا لو نومبر داغيت لو نومبر داغيت هو اللي سميناه لا تاي هنا ولا لا باغ كونسيكون لو نومبر دو سومي دو دوغري امبير دون ان غراف حتى هذا مهم تقدروا تحتاجوها باش ديروا شي ابسورد هذا الشيء كنهضر على لي كيسيون دو كور ولا ان شي بارتي يكون السؤال الاول ولا الاخر ولا في شي تمرين اللي كيتطلب منكم انكم تجيستيفيو شي اكزيستونس ولا تجيستيفيو شي كا ولا شي حاجه نورمالمون اما الاهم فهو لي زالغوريثم ولا لابليكاسيون ديالهم ولا لوجيك ديالهم فين كتخدم هذا هو زعما البلوز امبورطون ب 60% ولا ب 70% يعني هذا شنو كيقول لك كيقول لك يعني لو نومبر دو سومي دو دوغري امبير دون ان غراف اي بير علاش عندنا واحد الصوم كتساوي جوج فوا لا تاي ام ياك هذا اللي على اليمين بير وهذا اللي هنا يعني فورسيمون بير شنو غادي نحيدو فيه غادي نحيدو فيه لي بير متفقين ولا دوك لا سوم دي دي دوك لي دي بير نحيدوهم شنو عندنا عندنا لا سوم دي بير ما كتاثرش على البير متفقين ولا لا غادي نحيدو لي بير هنا شنو غادي تبقى
غادي تبقى لا صوم ديال لي دوغري لي امبير حتى هما بير حيتو تلا البال ولا لا غادي نقصو هنا لا صوم ديال لي دوغري بير ودائما هذا الرقم اللي على اليمين كيبقى بير فهمتوا داكشي باش لا صوم ديال لي دوغري امبير دون ان غراف اي بير صافي هذا هو اهم حاجه المهم لو دوغري دان صومي تفهموا هو هاد القضيه بان لا صوم دي دوغري كتساوي جوج فوا لا تاي و لو نومبر دو دوغري امبير يعني دو صومي بلوتو اللي عنده دوغري امبير كيكون بير نتمنى ما يكونش عندكم خلط في هادو زعما انا راه هادو غادي ندوز عليهم بالزربه وغادي نفوكسي بزاف على الزالغوريثم هو اللي غادي نطي فيهم مزيان و فيغ ميزور في الزالغوريثم غادي نبقى نذكر هاد لي نوصون كامل وغادي يبقى يعني صافي تبقى تفكرون فوالا شين سيكل شوما اي سيركوي هادو هاد الجوج كنهضروا عليهم في النو اوريونتي صافي في النو اوريونتي ها هو غادي ندير هكا لي بوين ندير واحد هنا هاد اللون اون شين سي اون سيكسيسيون تو سامبلومون ديال لي بوين مع لي زارك هادي راه شين واحد جوج ثلاثة أربعة صافي اون شين ديفينيوها سي اون سيكسيسيون يعني الترني كيكون سومي ارك سومي ارك سومي ارك سومي ارك وكتلة يعني دائما كتكون ارك كتلة زعما عفوا بسومي سومي هادي هي شين صافي والسيكل هو اون شين اللي لو بوان دو ديبار يعني لو سومي دو ديبار مع لو سومي داريفي كيكونوا نفسهم يعني غادي تكون بحال هكا صافي هادشي اللي كاين اون شين شنو هي اكس اي واحد الارك اكس جي واحد الارك وغادي غادي حتى الاكس ان يعني شنو سي اون سيكسيسيون ديال لي سومي لي زارك باش دوز الارك راه كدوز من سومي وباش حيت كتخرج من سومي كدوز في ارك وانت غادي ولا هاد اكس ان عاود رجعنا لنيت النقطه الاولى كيتسمى سيكل صافي هذا هو شين او سيكل شوما اي سيركوي ما غاديش نشرحهم علاش هاد الشرح راسهم شوما هو شين في الاوريونتي وسيركوي هو سيكل في الاوريونتي هذا هو الفرق اذا فهمتوا شنو هو شنو هي شين وشنو هو سيكل اصلا راه هادشي اي سميات والله كما قلت لكم شرح الواضحات بالمفضحات هما شرح راسهم براسهم شوما اي سيركوي شوما هو لا نوسيون دو شين ولكن في الاوريونتي حيت كيكون الغراف اوريونتي كنوليو نهضروا على شوما يعني واحد جوج ثلاثة أربعة صافي وسيركوي هو السيكل ولكن في الاوريونتي يعني خص يكون داكشي فهمتوا السمات هما هذوك يعني لو انا كنسمع كار ما عندناش هنا شي ما عندناش سيكل ما عندناش عندنا سيكل عفوا لو كان ما كانش اوريونتي ولكن لو كان اوريونتي ما عندناش سيركوي صافي يعني سيركوي هو ليكيفالون ديال السيكل ولكن في الاوريونتي وشوما هو ليكيفالون ديال شين في الاوريونتي صافي هادشي اللي كاين فوالا عندنا نوسيون دو باز لي دائما غادي نكملها في نوسيون دو باز غراف كومبلي غراف كومبلي ببساطه هو الغراف اللي كامل النقاط كل نقطه زيتها كتكون متصله بجميع النقاط وشنو كتعطي هذه هي اهم حاجه كتعطي هي هذا كيتسمى غراف كومبلي يعني كل نقطه كل سومي كيكون لي جميع لي سومي اللي باقيين هذا شنو كيعطيك كيعطيك بان عدد لي سومي هو ان في ان ناقص 1 على 2 نقدروا نحسبوها بجوج طرق المهم الا بغيتو في الساعه ندير لها واحد المسرسه خفيه باش ما نطولش عليكم في الفيديو لكن ما عرفتش شكون فهمتها ولا لا ملي جات هذيك ان ناقص 1 على 2 ببساطه غنشرحها دابا كل بوين غنشرحها بلا ميثود اون ها لا ميثود اون بسيطه دابا اش قلنا كل سومي متصل شحال من سومي الكامله يعني كل سومي اكس متصل ان موان زان كاينه ولا لا ان موان زان ايكغيك اي كل نقطة هزيتها غندير هكا ندير هنا مزيان ندير نيت هنا باش ندير هذا هو كومبلي هكا صافي كل نقطة مثلا زدنا هاد النقطة كتكون متصلة ل n موان زا هادي متصلة ل 3 وهادي متصلة ل 3 وهادي متصلة ل 3 وهادي متصلة ل 3 شحال عندنا من نقطة عندنا n يعني شحال عندنا يعني قلنا كل واحد متصل ب n موان زا وعندنا n واحد يعني n في n موان زا ولكن شنو غادي يصرى هنا بان كل اريت كل ار كل اغيت كل خط راه كنا حسبناه جوج مرات رديتو البال ولا لا حيت هاد الخط تحسب مع هاد النقطه وتحسب مع هاد النقطه وهاد الوسطاني تحسب مع هادي وتحسب مع هادي داكشي باش قسمنا على جوج حيت كل خط حسبنا كل اغيت حسبناه جوج مرات صافي يعني هي ان في ان ناقص واحد على جوج
صافي. هذه لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود ما غاديش نزيدها لكم، ما غادي ينفع هذا الشيء والو، خصكم غير تفهموا صافي. شدوا غير ميثود وحده بركه. لا دوزيام ميثود اللي بغى يفكر فيها ان في ان ناقص 1 على 2 شنو هي؟ راه هي ان ناقص 1 في ان ناقص 1 زائد 1 على 2، وهذه هي شنو؟ سويت جيومتريك. شنو البوان الاول شحال عنده من ارك، شحال من عنده من بوان يتربط به؟ عنده ان ناقص 1. البوان الثاني شحال باقي له من بوان يقدر يتربط به؟ ان ناقص 2، لان الاول راه ديجا تربط مع به. الثالث شحال بقات له؟ ان ناقص 3، ان ناقص 4، حتى لاش حتى داك البوان الاخر ما يبقى والو. يعني شنو هي؟ هي لا سوم دو 0 زائد 1 زائد 2 زائد 3 حتى ان ناقص 1. فهمتوها؟ اون كلي اون كليك. شنو هي كليك؟ هي كليك صافي وسط واحد الجراف كتقدر تلقى واحد لي سومي بانهم كامله متصلين ببعضياتهم. بحال هذا الجراف نزيدو واحد لي بوان هنا ونزيدو واحد لي بوان هنا، اشنو كنلقاو؟ كنلقاو بان عندنا 6 لي بوان، ولكن هاد الربعه لي بوان متصلين بيناتهم باربعه، هادي كتسمى كليكه ان كليك. جراف ستابل، ان جراف ستابل ايت ان سو جراف سونز اريت ان انسامبل دو سومي سونز اريت انتر او. يعني واحد لونسامبل، واحد لونسامبل ديال لي بوان اللي ما كيكونوا متصلين بحتى شي اريت بيناتهم ديريكتومون، بحال هاد لو بوان مثلا مع هاد لو بوان، هادي كيتسمى ان جراف ستابل صافي. لو جراف بيك بارتي، لو جراف بيك بارتي هو الجراف اللي نقدروا نقسموه لجوج ديال الفراقي، بحيث كل عنصر كل لاعب في الفرقه الاولى كيكون متصل بواحد من الفرقه الثانيه. على سبيل المثال عندنا داك الجراف، غنديروا له السليكات ديالو، احنا ربطناه. دابا شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بان نقدروا نديروا هذيك الديكومبوزيسيون هكا، هالبارتي الاولى هالبارتي الثانيه. شنو كنلاحظوا؟ بان كل واحد من الفرقه الاولى متصل بشي واحد بالفرقه الثانيه. وهنا غادي ندوزو لواحد البروبريتي. فاش نوصلو للبروبريتي هو ان لي غراف بي بارتي كاينين زعما بزاف ديال لي كومبوزيسيون، بزاف ديال الطرق باش نقادوه. نقدروا نديروه هكا حنا واحد اخر هكا، عنده الحق. ها هو ها بارتي الفرقه الاولى الفرقه الثانيه، فهمتوا؟ غراف كومبلي كامله لي كل سومي كتكون متصله مع جميع لي سومي، وكيكون العدد ديالو هو ان في ان ناقص 1 على 2 اريت. باش دير داكشي تلصق كلش بكلش خصك ان في ان ناقص 1 على 2 سلك. كليكا هي واحد السوغراف الداخل اللي كيكون كومبلي، يعني دوك العناصر بيناتهم مرتبطين كامله بيناتهم. غراف ستابل هو اللي قلنا داك لونسومبل دو بوان اللي ما مرتبطينش بالسلوكه بيناتهم. غراف بي بارتي هو اللي نقدروا نقسموه لجوج فراقي، بحيث كل نقطه متصله بالفرقه متصله بعنصر في الفرقه الثانيه صافي. دوغري دون زان غراف اوريونتي، عاد ندوزو لهاد غراف. عقلتو على الدوغري؟ دابا حيت كيكون الغراف اوريونتي كنوليو نهضروا على الدوغري بوزيتيف والدوغري نيجاتيف. بسيط، الدوغري دي بلس ديال واحد لو سومي هو عدد شنو لي زارك اللي خارجين منه سورتونت، والدي موان دو اكس هو عدد لي زارك اللي داخلين ليه صافي. مثال بسيط، نورمالمون في النو اوريونتي الداخلين والخارجين كامله كيتحسبوا لا سوم ديالهم هي اللي كتسمى لو دوغري. في الاوريونتي كنوليو نهضروا على دوغري او بيان دومي دوغري انتيريور او دومي دوغري اكستيريور، يعني اللي كنهضروا على لي زارك اونترون و لي زارك سورتون. فمثلا خدينا هاد لو بوين ودنا له هكا السليكات، زعما حنا بقينا مع السليكات، عندنا هكا. اشنو عندنا هنا؟ عندنا دي بلس اللي خارجين منه هما ثلاثة، يعني دي بلس ديال اكس هي ثلاثة ودي موان هي واحد، واحد اللي داخل هاد لو بوان صافي. غراف ريغولي، ان غراف سامبل ايدي ريغولي دو دوغري سامبل، يعني ما فيهش حنا دزنا على ديفينيسيون ما فيهش لي بوكل راكو عارفين. ايدي ريغولي دو دوغري ار لوسكو تو سي سومي اون ان دوغري ايكال ار، يعني كنقول ان غراف ريغولي يعني يسوي اون ريغل. شنو هي لا ريغل؟ كاملة لي سومي عنده دوغري ايكال ار. ندوز هادشي كامل راكو كتعرفوه. نوسيون دو باز، هادشي غادي نهزو غراف واحد ونشرحو فيه هادشي كامل. لو غراف كومبليمونتير، لو غراف كومبليمونتير دان غراف جي اكس او ا لي ميم سومي، الى دي زاريت انتر لي بير دو سومي كي نون با داريت دون جي، اي اوكين اريت انتر لي بير دو سومي كي اون دي زاريت دون جي. الكومبليمونتير شنو هو؟ هو اللي في الماط، هو اللي في الفيزيك. شنو هو؟ العكس. يعني لو غراف كومبليمونتير هو غادي تهز نفس النقاط وشنو وتدير تزيد
الخطوطه وتزيد السلوكه اللي ما كانوش وتحيد اللي كان. على سبيل المثال عندنا احنا ثلاثه لي بوين هنا والغراف داير هكا. الا قلت لكم هذا عطوني الغراف كومبليمونتير ديالي شنو هو؟ هو نحيدو هادي ونديرو هادي صافي. دو الغراف كومبليمونتير يعني السلوكه اللي ما كانوش نزيدوهم باللي بوين كامله واللي كانوا نحيدوهم. لو غراف بارسييل ان غراف بارسييل دو جي ا لي ميم سومي الى ان سونسومبل دو من الاخر كتشدو غراف كيف ما كان الى حيدتو له شويه ديال لي زاري حيدتو له شويه ديال السلوكه كيتسمى غراف بارسييل صافي كيتسمى غراف بارسييل. نحيدو مثلا هاد السليك اللي هنا كيتسمى غراف بارسييل. ان سو غراف اندوي ان سو غراف اندوي دو جي ا ان سو زونسومبل دو سومي لو سو غراف اندوي غنشرحو لكم ببساطه شنو ما تدخلش. كنا الغراف كومبليمونتير كنلصقو السلوكه اللي ما كانوش ونحيدو اللي كانوا. لو غراف بارسييل كان اي اري تحيدناها لشي غراف كيعطي غراف بارسييل. لو سو غراف اندوي بسيط عرفتي شنو هو؟ هو كتحيد اي نقطه وكتحيد لي زارك اللي معاها. تخيلوا هذا هو الغراف ديالنا. صعيب عليا الرسم بلا سوري ولكن راكم غاديين معايا نتمنى تكونوا غاديين معايا. هذا غراف شنو حنا غادي نديرو باش ردو شنو قلنا؟ قلنا سو غراف اندوي هو كنحيدو اي بوان زعما هو اللي تقدر تحيد فيه بوان وكتحيد بحال حيد هاد لو بوان شنو خصنا نحيدو هاد لي زارك اللي معاه. يعني شنو هو سو غراف اندوي؟ هو هاد صافي هذا هو اللي كيتسمى سو غراف اندوي. وكاينه وحده اللي كتزيد اونجوندرا هو ان سو غراف اندوي بحد ذاته يقدر يكون بارسييل. وكيفاش كندوزو للبارسييل؟ كنحيدو الرقم اللي بنا ديال لي زاغيت. دابا الى حيدنا لهذا لي زاغيت شنو ولا؟ هو راه بارسييل ديال راسو وراسو اصلا هو سو غراف اندوي. يعني هذا كامل بارابور هذا الاول اللي بالصفر شنو هو؟ هو سو غراف بارسييل. فيما حيدنا لي زاغيت كندوزو لي غراف بارسييل. فيما حيدنا لي بوين كنحيدو حتى لي زارك معاهو حتى راه ما كاينش راه حيد هاد لو بوين اللي من غادي يبقاو متيرين ديك السلوكه صافي كتحيدهم كندوزو لسو غراف. هادشي اللي كاين فوالا ان غراف يدي كونيكس سي ليكزيست اون شين غوليون. يعني كنقولو بان الغراف كونيكس الى كانت اي دو بوين كيلكو سوا اكس و ايكغيك سومي اكزيست اون شين. كاين واحد الشين باش ندوز من اكس لايكغيك راه مفهوم كلشي راه كنقول لك زعما كنقول لكم راه كل شرح راسو غير مزيان تكونوا حاضرين كلش. لي كومبوزونت كونيكس سون دي سو غراف كونيكس ماكسيمال دان غراف نون كونيكسي نون كونيكسي لا نون كونيكتي. لي كومبوزونت كونيكس هو فاش كنطيحوا في واحد الغراف وما كيكونش كونيكس يعني ماشي كامل النقاط متصلين كنلقاو في الداخل ديالو دي كومبوزونت كونيكس اللي شنو هما؟ هو الماكسيموم كل كومبوزونت كونيكس هي الماكسيموم ديال لي بوين اللي بيناتهم بعدا هما كونيكس صافي. على سبيل المثال هاد الغراف نديرو هكا شنو غادي نلقاو؟ غادي ندير له بحال هكا وندير له هاد الغراف تعطى هكا. دابا شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو بان هاد الغراف يقدر ندو اي بوين تقدر تدوز لبوين اخرين يعني كاينه واحد الشين ولكن مايمكنش ندوزو لهاد البارتي التانية. ولكن شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو بان هادو بعدا بربعة بيناتهم كونيكس وهادو بربعة بثلاثة كونيكس فهادو كيتسماو دي كومبوزونت كونيكس خصو يكونو ماكسيمال. يعني كنقلبو على ان كان كان وكاع ديفينيسيون ان كومبوزونت لي ماكسيمال ولا ان غرافي لي ماكسيمال سي يرزنا راح يدانو غير بوان راح يدانو غير بوان ما كيبقاش كونيكس. دابا تخيلو حيدو غير بوان هنا ما غاديش يبقى كونيكس صافي. اما لاج ديال لي بوان راه ما كيديرش اختلاف. سي ان غراف شنو هنا؟ لو نومبر دو كونيكسيتي لو نومبر دو كومبوزونت فوالا هذا هاد في دو اكس ولا نيو دو جي عفوا هو عدد هاد لي كومبوزونت كونيكس. و ان غراف كونيكس يعني فيه كومبوزونت وحده اللي هو نفسه يعني راسو هو لي كومبوزونت كونيكس بحد ذاته صافي. هادشي اللي مهم في لا كونيكسيتي. غادي ندوزو السيكل هاميلتونيا مع الاوكليديان صافي. لو سيكل هاميلتونيا دون ان غراف اي ان سيكل كي فيزيت شاك سومي اون سول فوا اون دوطخ تيرم ايل باس بار تو لي سومي دو غراف اكزاكتومون اون فوا روفيان ا سون بوان دو ديبار. ان غراف اي كاليفي دو هاميلتونيا سي بوسيد ان تيل سيكل. لو سيكل هاميلتونيا هو السيكل اللي كيبدا من واحد لو بوان وكيدوز على لي سومي كامله مره واحده وكيعاود يرجع لراسو
صافي. اون شين هاميلتونيان هي السيكل هاميلتونيان، ولكن شنو قلنا؟ ماشي بالضروره ان البوان دو ديبار يكون هو البوان داريفي. صافي، يعني كنقولوا بان اون شين الي هاميلتونيان الا كانت شين ولكن كدوز على النقاط كامله مره واحده، مره واحده ولكن كدوز عليهم كامله، وكيتسمى سيكل الا كان سيكل هو وكيدوز على النقاط كامله مره واحده. العكسهم هما الاوكليديان. الاوكليديان هو اللي كيدوز على لي زاغيت مره واحده. صافي، يعني الا كان سيكل راه سيكل دائما، وشين راه شين، يعني الاساسي شنو هو؟ هو لا ريغل. وهنا غادي ندير لكم على التوشيه، كنقسم لكم. دابا شفتوا اليمونتير وشفتوا شنو؟ شفتوا سامبل وشفتوا هاميلتونيا، شفتوا اوكليديا. دابا الاليمونتير مع الهاميلتونيا دائما كنبقى نهضروا على شنو؟ على لي سومي. صافي، الاليمونتير كنقولوا بانها كل بوان كدوز فيه مره واحده، وفي سامبل شين سيكل ما كاينش، كنقولوا بان لا غيت هو اللي كيدوز فيه مره واحده، يعني حتى شي سلك ما كندوزو فيه جوج مرات. حتى في الهاميلتونيا نفسه، الفرق بين الهاميلتونيا والاوكليديا ودوك الاليمونتير دي هو ان الهاميلتونيا والاوكليديا خصو يدوزو في كل النقط ولا في كامل لي زارك. صافي، لاميلتونيا كيدوز في كامله سيكل، الا كان سيكل راه سيكل هو بعدا بحد ذاته كيدوز في كامله لي بوين مره واحده كامله. شين راه شين وكيدوز في لي بوين مره واحده. صافي، و الا كان اوكليديا كنهضروا ديك الساعه على لي زاغيت، يعني كيدوز في لي زاغيت مره واحده وكيدوز فيهم كامله. بحال عندنا بوين هنا، بوين هنا، بوين هنا، بوين هنا، ونديروا بوين هنا بحال هكا. تخيلوا معايا، هذا هو لوغراف. لا كاميرا الصفرش غادي يبان لكم. تخيلوا هذا هو لوغراف ديالنا بحال هكا. الا قلت لكم اطوني هنا ما غاديش تلقاو سيكل. صافي، راه باينه بان ما كاين سيكل تماك، ولكن حنا نهضروا على الشين. دابا بينا الشين هاميلتونيان شنو قلنا؟ خاصها تدوز في كامله مره واحده، يعني نقدروا نديروا هكا، نديروا هكا، نقزوا لهاد البوان، نقزوا لهاد البوان، نقزوا لهاد البوان، نقزوا لهاد البوان، يعني شنو دزنا على كامله لي صومي مره واحده. تخيل بغينا اون شين اوكليديان، يعني شنو غادي ندير؟ غادي نديرو شنو غادي ندير؟ خصنا ندوزو في، غادي نديرو هكا. تخيلوا ندوزو في هاد لارك، وندوزو في هاد لارك، وندوزو في هاد لارك، وندوزو في هاد لارك، ونمشيو لهاد لارك. دابا لي زاغي دزت عليهم مره واحده، ولكن انا رديت البال لهاد هاد البوان دزت عليه جوج مرات، حيت بديت بيه وعاود ضربت الفراج هنا باش نمشي لهاد البوان اللي مطرف. صافي، هذا هو اوكليديا. يعني اوكليديا وسامبل كنهضروا على لي زارك، اليمونتير او فلاميلتونيا كنبقى نهضروا على لي سومي. هادشي يكون غير واضح عندكم، لان في الاسئله كيقدر يجيك واش هذا هاميلتونيا، واش هذا اوكليديا، اسكون بو تروفي ان شوما هاميلتونيا، وكيكون معطي لك الكراف اسكون، يعني ما يكونش عندكم تخرشيش في هاد المفاهيم. صافي، قربنا نكملوا لي نوسيون دو باز. ليكزامبل شنو عندنا في هذا ليكزامبل؟ دون ان اكزامبل دو غراف سور ان سو غراف و ان سومي ا سيزاريت ادجاسون سون اولوفي طوندي كو فوالا. هذا غير ليكسبليكاسيون اللي قلت لكم دابا. اوكي، تذكير، كنا كنقولوا بان كومبليمونتير هو اللي كنخلو لي ميم بوان وكنديروا العكس ديال لي زارك اللي ما كانوش. قلنا البارسيال هو اللي كنحيدو اي ارك بغينا، ولا زعما اي نومبر ديال لي زارك بغينا كيبقى بارسيال. نهار كنحيدو لي سومي ونحيدو حتى لي زارك معاهم كيتسمى سو غراف، او بيان سو غراف اندوي. نهار هو بحد ذاته داك سو غراف كنبقى نحيدو له السلوكه كيولي سو غراف اندوي بارسيال، او بيان سو غراف بارسيال. هنا لي غراف فاليو او بيان بونديري اللي غادي نحتاجوهم فاش؟ غادي نحتاجوهم في لي زالغوريثم، لان لي زالغوريثم الهدف ديالو هو نمينيميزيو لو كو، ولا نمينيميزيو لا ديستونس، ولا نمينيميزيو يعني سوا بوغ لو شومان سوا بوغ لاربغ كوفرون، باش ندوزو على كامله لي سوم. انا غادي نجي لهداك الشيء. فالغراف فالي هو اللي كيكون في لي زارك ديالو كتكون واحد القيمه. صافي، هادشي اللي كاين، هذا هو غراف فالي بيان بونديري، يعني بونديري زعما متزن، يعني كيكون واحد لارك متزن باش بديك لا فالور اللي هي 9 8 7. الا كان الغراف بونديري ولكن ما معطينش القيم، باغ ديفو كيكون واحد. صافي، يعني كامله لي زارك فيه واحد 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 واحد، يعني ما كانوش معطيين القيم ديالهم. وهاد الغومارك شنو غادي تقول ببساطه؟ هو انه اذا كان دائما، شوف دائما السيبورت كور غادي يبقى في الديسكريبشن لتحت. صافي، اللي محتاج يهز فيه شي حاجه ولا با ولا يعاود ينشر ولا براسكم، نتوما احرار.
انا عطيتكم الكوبي رايت ديروا فيه اللي بغيتوا ولا محيوه ولا ديروا اللي بغيتوا ولا عاودوا صبغوه. ف فوالا قلنا في لي رومارك ببساطه قلنا الى بينا نديروا ليك يعني فيغ اتوندغ هاد لا لوجيك ديال غراف فاليو بيان بونديري شنو كنديروا غير زعما باش نكبروا هاد المفهوم كنقولوا بان لي بوين اللي ما مليينش عندهم في داك لارك اللي بيناتهم بلس لانفي زعما غير كوم لوجيك زعما راه هذا مع هذا نقول هذا بوين الا قلنا هاد لي دو بوين هاد الفوقاني والتحتاني ما متصلينش بارك يعني راه عندهم ارك ولكن لا فالور ديالو ولا لو بوين ديالو هو بلس لانفي يعني امبوسيبل نمشيو من هذا لهذا صافي فوالا غادي ندوزو للكولوراسيون مبقاش بزاف وندوزو لكيلكو بروبريتي ومن بعدها نشوفو لي زالغوريثم كل على حده وهما الاهم دابا هادشي راه غالبا فالتبع دا اللي فاهم هادشي ولا دي ما يزقاش البارتي ديال 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 لي زالغوريثم. الكولوراسيون دي سومي يعني الكولوراسيون دي سومي الهدف منها هو انك تكولوري دوك النقيطات دو تيل فاصون ان اي جوج نقطات متصلين بارك يعني ادجاسون ما يكونش عندهم نفس اللون صافي. في لونيسيتي الفليكسيبيليتي ما كاينش طريقه واحده باش نلونو نقدروا نبدلوا الالوان متفقين معايا نقدروا نبدلوا الطريقه باش غادي نلونو يعني ما كاينش اونيسيتي دائما كاينه فليكسيبيليتي. لو غراف كومبلي شنو قلت لكم في لو غراف كومبلي هو الغراف اللي كيكونوا كامل النقاط متصلين بجميع النقاط يعني ان غراف كومبلي شحال خصنا من لون بار ديفو باش نلونو خصنا ان علاش لان كل نقطه فيه متصله بجميع النقاط يعني الطريقه الوحيده باش تلونوا بحيث تشي نقطه ما يكون عندها اللون ديال اختها اللي متصله بها الحل الوحيد هو ان كولور وجد الاقلام الشتاء وراه ما تلون صافي هذا هو الحل الوحيد راه باين. لو نومبرو كروماتيك لو نومبرو كروماتيك هذا هو بيت القصيد اهم حاجه اللي كيتنظلوا بها التوشيه الهدف ديالو شنو هو لو نومبرو كروماتيك هو لو نومبر مينيموم باش نقدروا نديروا لا كولوراسيون صافي حيت اي غراف هزيناه راك اول حاجه هي انه ان غادي تصبغ بها حيت ان كولور ولكن نقدروا نصبغوا بان موانزو تبقى الكولوراسيون هاد الثيرم ديال الكولوراسيون يبقى خدام يعني كل واحد ادجاسون لحدا اللي حداه كيبقى مختلف يعني كل واحد عنده الكولور مختلف على داك اللي لاصق معاه على لو سومي ادجاسون مي لو نومبر كروماتيك سي لو نومبر مينيموم صافي. بي بارتيسيون اي سيكل امبير بحال العام اللي فات هذا كان تعطى انك تمونطري ليكيفالونس ليك شوف في لا ريداكسيون هذه نصيحه واخا داكشي كيبان لكم واضح ديروا داكشي بحال الماط سوا ا امبليك بي اون مونطر كو ا امبليك بي سوا ا وبشويه ديال الديتاي والرسوم والهضره ولي تيوغم اللي شفنا اللي غادي نشوفوا لي بروبريتي والمفاهيم لي نوسيون دو باز دونك اون ديدوي بي سوا بي اون فوالا حيت راه لا ريغور هي اللي كتعطي ديك الجوده ديال لا ريداكسيون واخا راه كيبان لك داكشي راه في السماء ولكن لا ريغور ديك الطريقه باش كتجاوب واخا كتبان لكم بديهيه هي اللي سيقوها بعنايه يعني الفو غاردي بوكو دامبورطونس لا بريسيزيون خصوصا ديك لا كلارتي تكون داكشي واضح مرة بسيطه لا تيوري دي غراف ان شاء الله. الكومبلكسيتي دو بروبليم داكشي غير ثقافه عامه المهم اللي كيدير السيبر يفهم على من كنهضروا كاين لي بروبليم ان بي ان بي داكشي فهمتوا لوغاريتميك ولا لينيير ولا كاين مش داكشي هذه هي اهم حاجه هو هاد لونكادغومو زيد داك الواحد لونكادغومو ديال لو نومبر كروماتيك انا غادي نعاود نكتبها جي دلتا جي بلس 1 هنا لا غينغل شنو كتقول كل حدا نشرحها لكم قلنا دلتا جي شنو هو انا الشيطان هذا قلنا الوسطاني قلنا هو لو نومبر كروماتيك هو لو نومبر مينيموم ديال لي كولور باش نقدروا نلونوا باش نبقاو مقاردين داكشي ياك هاد اوميغا جي شنو هي هو لو نومبر ديال اون كليك ماكسيمال يعني كنقلبوا في داك الجراف الى لقينا شي كليكه ديال النقاط شي فريق مجموع تماك كليكه فهذا هو العدد ديالو عدد ديال لي سومي ديال الكليكه هو هذا الرقم اللي كيكون على اليسار ودلتا جي هو اكبر دوغري عقلتوا على الدوغري كيفاش كنحسبوا عدد السلوكه اللي لاصقين في داك لو بوين فدلتا جي كيكون هو العدد ديال اكبر دوغري كنشوفوا في الجراف شي نقطه اللي متلاصقه مع بزاف ديال السلوكه اللي هي السونتر في كنزيدوا لها واحد علاش هاد التيوريم كنحتاجوه دائما كنحتاجوه في لا ريداكسيون علاش لا ريداكسيون ببساطه
دابا هاد التيوريم شنو كيقول لك؟ كيقول لك بان او ماكس او ماكس غتقدر تلون بدلتا جي بلس 1 او ماكس، و او مين غادي تلون بهادي. علاش؟ لان اصلا ديك الكليكه هما متصلين كامله، يعني او ماكس عدد لي سومي ديال لي كولور. فهادشي شنو كيعطي التقطيع؟ دابا فاش كنقولوا فاش كنلقاو هنا غادي نجي للغداكسيون، فاش كنلقاو ان الجراف تلون بسبعه ديال الالوان كنجيو نحطوها هنا. باش الى لقينا هنا سبعه اش كنقولوا؟ كنقولوا حنا قدرنا نلونوه بسبعه، ولكن راه قال لك او مين سبعه صافي. فسبعه هو لو نومبر كروماتيك، فهمتوا البلان؟ هنا غادي نجي للغداكسيون وتفهموا مزيان. نتمنى تكونوا انكم تبعتوا معايا في لي نوسيون دو باز، وراهم مهمين، راهما الكي زعما المفتاح السر للتيوري دي غراف. هو انني في التمرين اللي كنقراه اي سيتوياسيون تحطيت فيها ما كندوخش انا، كل رمز عارف شنو كيعني، كل ديفينيسيون عارفه شنو كتعني، والباقي راه لوجيك. راه انا كتجيني التيوري دي غراف راه هي اللي شرح الواضحه من المفضحات، هي شرح راسها براسها، يعني ماشي واحد العلم اللي سي فري راه كاينين وفي دراسات وداك التخربيق، ولكن هو كيجيك نيت كتشوف قدامك داكشي اللي كيتقال. فهادي كانت لا بارتي كونسيرنون لي نوسيون دو باز. غادي ندوز لا بارتي كونسيرنون لي كيلكو تيوريم اللي تقدروا تخدموه في لي كيسيون دو كور، ولا قلت لكم كان شي كيسيون ديريكت واش يمكن في هاد الجراف نجبدو سيكل هاميلتونيا. نو دابري لو كور اون افي تاتا بان لو نومبر ديال هذا، بحال من مثلا بحال داك التيوريم اللي عندكم اللي فات تخدم في واحد السؤال اللي هو كيقول بان اذا كان واحد شنو سميتو واحد لو سومي عنده واحد لوردر واحد لو دوغري امبير، فامبوسيبل تلقى سيكل. علاش؟ حيت الا دخلت لذاك لو بوكس كتعاود تخرج منه، كاينه ولا لا؟ ولكن الا دخلت لذاك لو بو انت دخلت ليه وخرجت وعاود دخلت ليه منين غادي تخرج؟ ما عندكش، حيت الدوغري ديالو امبير، فهمتوا البلان؟ بحال هكا كيلكو تيوريم، يعني كيلكو تريك اللي كتخدمه ديريكت. فدابا ندوزو للبارتي ديال لي تيوريم اللي واجدين. مهم وصلنا لا بارتي ديال لي بروبريتي امبورطون. هاد لي بروبريتي امبورطون كتكونوا اصلا شفتوهم وخدمتوهم في الكور ومونطريتوهم في لي تي دي. فالليسونسيال هنا شنو هو؟ ان لا بروبريتي تكون عندك واضحه، يعني شنو هما لي انبوت ديالها وشنو هو الاوتبوت ديالها، يعني البروبريتي شنو كطلب كون كونديسيون، شنو كتعطي كون ريزولتا. وكنخدموها ديريكت وما راح تجينا، يعني احتاجينا نبريكوليو فيها فشي غيداكسيون فكنجيبوها ونحطوها. غادي انا نحاول هنا ندير غير تذكير فذكر هادشي اللي غادي ندير، يعني هاد البارتي غادي ندوز عليها سريعه. غادي نذكركم لي بروبريتي امبورطون اللي كاينين في الكور ونقول لكم الا شي وحده شفناها في ليكزام ولا انا خدمتها في ليكزام اولا. ميشين اليمونتير ايغالمون اون شين سامبل شفتوها، راه كانت ما غاديش نبقى نكسبليكي لانكم الا سينو راه عندكم شي ريغل ا اكسبليكي تخلوها لي في لي كومونتير. انا غادي بحال قلت نذكركم بلي ريغل اللي كاينين، لان الاهم كما قلت لكم ليكزام كيكون بازي بواحد 70% ديال 65 بحال هكا في المية كيكون بازي على لي زالغوريتم، وماشي غير تفهم هما اللي خصكم تفهمو مزيان. اما هادشي كامل غادي تخدمو غير في شي ريداكسيون. اون شين اليمونتيغ ا اون لونغور ماكسيمال دو ان موان زان دونز ان غراف دوغدر ان. التخوازيام سي لو نومبغ دو شين اليمونتيغ اونتر دو سومي دونز ان غراف اي فيني. علاش؟ اصلا لو شنو سميتو لو غراف فيني، يعني امبوسيبل تكون اون انفينيتي ديال لي كومبينيزون في الفيني. لو ليم دو كونيغ كي كيقولو كونيتش ما فهم بحال افيرم كو سي لي اكزيست اون شين اونتر دو سومي اكزيست اوسي اون شين اليمونتير. يعني ببساطه اذا كانت واحد الشين بين جوج ديال لي سومي يكفي شنو؟ نحيدو من اي سومي كيتعاود نهزو ونحيدو على البلاصه فين بدا وبقينا غاديين كندورو تعاود رجعنا ليه، يعني راه شي ما درنا درناه على راسنا. حيدو ديك البارتي ما غاديش تاثر في السيركوي ولا ما غاديش تاثر في لاشين ديالنا. دو سيركوي اي كونستيتوي دو سيركوي اليمونتير ديس جوان تادي مونتريتوها ان سيكل اليمونتير سي لي مينيمال سي تادير سي نو كونتيان اوكان اوتر سيكل. فوالا دائما شوف ليليمونتير في لي سيركوي في لاشين دائما كنهضروا على لا نوسيون دو مينيمال، يعني شنو هي مينيمال؟ يعني الا مشيت حيدت لها شي حاجه ما تبقاش اليمونتير، عفوا الا مشيت زدت عليها حاجه هذا المينيمال كيكون بالعكس. كاع لي نوسيون اللي كتشوفوا لا في المطلع في الفيزيك كنقولوا حاجه مينيمال يعني راه زدت عليها غير حاجه ما كتبقاش ديك الخاصيه، والماكسيمال يعني راه حيدت لها غير حاجه ما كتبقاش. وشنو قلت لكم في داك الطابلو الصغير؟ قلت لك لي ليمونتير مع الاميلتونيه كنهضروا على لي سومي،
ولي سامبل مع لوكليديان كنهضروا على لي زاريت بيان لي زارك يعني نفسها انسي كلي اليمونتير سي لي مينيمال اليمونتير شنو كيخص لي سومي يعني الا مشيت تزدت له غير سومي ما غاديش يبقى اليمونتير صافي Le degré d'un sommet dans un graphe simple est un entier compris entre 0 et n moins 1 ou n est l'ordre du graphe. Puis maintenant, le graphe simple, il y a les arcs, les boucles. Fa maximum. Le sommet, je vais le dire. Max n moins 1 degré d'il y a n moins 1. Il y a n moins 1 les châteaux d'il y a les points. Pour un graphe simple d'ordre n, le degré moyen est égal à 2m sur n, où m est le nombre d'arêtes. C'est-à-dire, je finis, il y a la moyenne. La moyenne, je finis, il y a la somme des degrés, je finis, c'est 2m. Je finis, c'est 2m. Je finis, la somme des degrés d'un graphe, c'est 2m, c'est juste la taille. Où m, il y a la taille, il y a l'adet de la slouka. Fa, la moyenne, je finis, il y a un qasmo à la n. Où ça fait qasmo taraf, il y a la sara la m, الطرف هذا اللي هنا على اليسار تقسم لاصوم تقسمت على ان هي لا مويان بحال ستاتيستيك وجوج ام تقسمت على ان هنا غادي نزيد نقسم على ان دونس ان غراف ريغولي دو دوغري ار لو نومبر داريت ام اي ايغال ا فوالا شفنا ان غراف ريغولي وقلنا بان هو الغراف اللي كامله لي سومي دوغري ديالهم ار كاينه ولا لا يعني لو نومبر داريت غادي نابليكيو هادي بما ان لا مويان كتساوي هادي وهما اصلا عندهم نفس الدوغري يعني كامل عندهم لا ميم مويان يعني كامله كيساويو لا مويان بحال اللي رجمت بحال في النقط جمعت 12 مع 12 مع 12 مع 12 قسمتها على 4 شنو غتلقى كتساوي هي 12 يعني لا مويان كلش كيساوي لا مويان هي هذه يعني داكشي اللي كنقول لكم حاولوا هي واحد تحفظوا زعما غير فهموهم ان غراف بي بارتي نا با دو سيكل دو لونغور ان بير بين لان كل واحد في الفرقه الاولى كيمشي للفرقه الثانيه يعني الى بيس السيكل خصو يرجع للفرقه الاولى كاينه ولا لا هكا بقا تفكروا يعني راه ضروري كيمشي خصو يرجع الى بدا في الفرقه الثانيه ومشى الاولى خصو يرجع علاش لان باش يخصو يرجع للفرقه الثانيه داكشي باش دائما الى مشى دائما كيكون عنده الي غوتو يعني امبوسيبل يكون السيكل فيه لونغور امبير il peut exister plusieurs graphes biparties différentes pour un même ensemble de sommets هذه شرحتها لكم قلت لكم بان لا كومبوزيسيون ديال لي غراف بيبارتي مختلفه فاش درت لكم هذا الشكل قلت لكم نقدروا نقسموهم هكا نقدروا نقسموهم هكا بجوج غادي يعطوا بي بارتي سي دو زان غراف جي دو سومي اي دو دوغري سوبيريور او ايغال ا 2 الوغ جي بوسيد او موان ان سيكل هادي بنت ليا الاهم لحد الساعه سي دو زان غراف جي دو سومي اي دو دوغري سوبيريور او ايغال ا 2 الوغ جي بوسيد او موان ان سيكل هادي تقدروا تخدموها فشي ديمونستراسيون ماشي ديروا لا ديمونستراسيون مي تقدروا تحتاجوها فشي سؤال يقدر يقول لكم في سؤال هكا بقا تفهموا هكا يقدروا هكا كيجيو اسئله الكور هاد الطريقه اسكو جي بوسيد ان سيكل انت شنو غادي دير غادي دير العكس غادي تشوف واش هذا عنده كامل لي سومي دو دوغري سوبيريور ايغال ا 2 صافي و ديمونستراسيون ديالها كي شفتوها قلت بما ان سوبيريور ايغال ا 2 فان اي بوين عنده مدخل ومخرج او موان ها هو البوين عنده الدوغري ديال سوبيريور ايغال ا 2 يعني او موان عنده جوج ديال السلوك يعني راه دخلت قادر تخرج هو بما ان كل بوين راه دخلت قادر تخرج فصافي غتقدر تدوز على لي بوين كامل وتكريي سيكل ان غراف اسيكليك علاه ان نرجع لهاد النقطه لان كي بديت بهاد لو بوين ها انت خرجت منه غادي تدخل واحد لو بوين غادي تدخل غادي تخرج وداك البوين الا خرجت منه تعاود تدخل واحد لو بوين غادي تخرج وقلنا شنو داكشي فيني باش قلنا كنقولوا لي شين كاع اللي كاين راه فيني حيت لي بوين فيني يعني في الاخر غادي تعاود ترجع لهذا ان غراف اسيكليك اسيكليك صافي يعني الغراف ما فيه حتى شي سيكل ا ان سومي بوسيد او بلس ان موانز ا ريت هادي ريغل زوين الغراف إذا كان أسيكليك ف أن سومي بوسيد أو بلس أن موانزا أغيت يعني أكثر ما يقدر يوصل له في ليزاريت هو أن موانزا يعني كل يعني حيت راه كودرتو لا غيغل أن غراف أسيكليك جي أن سومي بوسيد أو بلس أن موانزا أغيت المهم كاين جوج ديال لي ديمونستراسيون مغاديش نكثر فيها حيت راه كنتو كديمونطريو بزاف هادي ولكن راه الأهم هو أنه يكون عندكم التيوغرام وأنا قلت لكم لي عنده شي تيوغيم بغي يفهمو مزيان غير خليه في الكومونتير صافي خلي الدقيقه هكا ديال الفيديو هادي ونشرحو حيت راه الاهم فهادي هو تكون عندك التيوغيم فاهم يعني قلت لك ان غراف اسيكليك ا ان سومي شحال عنده او بلس ديال لي زاريت باش انت تقدر تخدمها في الكونترابوزي لان في ليكزرسيس شنو يقدر يجيك غادي يقول لك استاذ سوا ان غراف على 16 سومي
possédant 17 17 الاغيط. Est-ce que ça est un graphe acyclique? Nous allons tu vas te faire. ونكمل حديثنا في لي بروبريتي امبورطون. نعاودها لكم كي الخرافه. دابا راني ساليت الريكورد ديال كلش. فاش جيت المونتي كنلقى بان لي بارتي الاخرين كامل يعني واحد الساعه ديال البلا بلا تخربيق. لقيت بان المايك كان كحز فكان تزازات لي يوسف بي حيت راه كنريكوردي بالتليفون. لقيت داكشي كامل متسجل. شويه لقيت كنرسم وكنزوق وكنشرح ولكن لما كنشرح المهم في سبيل الله. ففي لي بروبريتي امبورطونت فوالا هنا قلنا ان غراف هادو هاد لي دو الاولى راه غير ديفينيسيون صافي. ان غرافي اديت اوليريان سي لادميسيكل اوليريان. شنو قلنا اوليريان عنده علاقه باش بلي زاغيت صافي. وان سيكل اوليريان هو سيكل اوليريان يعني كيباسي بجميع لي زاغيت اون سول فوا. Une chaîne eulérienne est un parcours, voilà des définitions. Ça fait un graphe admis une chaîne eulérienne si seulement si elle est connexe et possède 0 ou 2 sommets de degré impair. Yani, quand on dit qu'il y a une équivalence bien connexe, il y a un graphe connexe ou fait 0 ou les juges de sommets de degré impair. فإلى دمي إن شين أوليريان. كما قلت لكم الهدف من هادشي هو أن في ليكزام تقدر تعطي لك شي كاب بحال هكا وتطلب منك واش هاد الجراف أدمي إن شين أوليريان يعني غادي تحتاج غير هاد لو تيوغيم أو بيان هاد البروبريتي. أن جراف أدمي أن سيكل أوليريان سي لو كونيكس سي كو تو سي سومي أون أن دوغري بير. هادي تعطي العام اللي فات بطريقة غير مباشرة في واحد الإكزارسيس وكان مطلوب واش يمكن أننا نلقاو سيكل أوليريان ولا بواحد لو فورميلاسيون في هاد لو غراف. وكانت لا ريبونس هي لا لان كان واحد الغراف هادي كونترابوزي كان واحد الغراف فيه واحد لو سومي دوغري ديالو امبير صافي. هادشي اللي كاين هادشي زعما ديال البارتي اللي بقات لي في لي بروبريتي امبورطون. دابا غادي ندوزو لي 4 الغوريثم وكل واحد ان شاء الله غادي نشرحو لكم كل واحد على حده صافي. كل واحد غادي نشرحو بوحدو والمهم لي تريك اللي كيستخدموا فيه وداكشي كامل كل واحد بوحدو يعني. فحتى اللي فاهم الكور وفاهم هاد لي بارتي يدوز نيشان لهداك لهادي هاد هاد السيكسيون اللي جايه دابا اصلا غادي ندوزو لها. المهم في لي زالغوريثم كاينين اربعه ثلاثه ديال لي كاتيجوري. كاين الاول واش با هو المسؤول على الكولوراسيون دي فوالا كريسكال اي بريم المسؤولين على لارب كوفرون بيان لارب دو كوفرمون. و ديكسترا المسؤول على البلو كور شوما. غادي نبدا على بركه الله بواش اي باول نمبر 1 ويلش اند باول الغوريثم يعني ويلش وباول ديال الكولوراسيون. شوفوا معايا هاد الجراف. ايطاب رقم 1 شنو كنديروا؟ كنحطوا لي سومي كنحطوا دوك النقاط بطريقه باش يكونوا لي دوغري ديالهم مؤردوني دون ان اوردر ديسوندون يعني كيكون لوردر ديال لي دوغري ديسوندون بيان ديكروسون. شوفوا معايا دي عندو 6 في الدوغري ديالو. بي عندها 4 1 2 3 4 ا عندها 2 وهكذا دواليك. و او عندها 2 الى باقي البيت الشعري عندنا سي اف جي اش بسيطه عقلوا. ايطاب رقم 1 كنستفوهم كنستفو لي سومي كامله ديال الجراف بطريقه تناقصيه ديال لي دوغري صافي. الباقي غير فنون تشكيليه ماشي شي حاجه. حط اللون وبدا بدات اللون نبداو اللون ودي كنبداو اللون من اليسار لليمين. شي واحد غادي يقول لك لوردر شوف بحال درت سي عاد اف بحال اف عاد سي هادو اللي عنده لو ميم دوغري ما كيهمش كيكونوا ايكيفالونت رتبهم كيف ما بغيت ما كيديروا حتى شي فرق صافي. دزنا هاد لو بوين سد اي واحد كيتلون سدو. غادي نجيو للبي وهادو اللي غادي كنشوفو كنبقى نشوفو غير في لا لين ديالنا اللي مكونسيرن اللي كتخصنا حنا. شنو هي لا لين ديالنا؟ هي هاد لا لين ديال الزرق. كنبقى نشوفو دوك النقاط هي دوك لي سومي هل مع داكشي اللي يلاه خدمنا دابا ببساطه. واش بي عندها علاقه مع دي اللي تلونات؟ اه دوز. واش ا عندها علاقه؟ اه او. واش عندها علاقه؟ اه دايما رجع للجراف او متصله مع دي ادجاسون. سي واش متصله بالدي؟ لا.
كنلونوها اللي تلونها تسد صافي. اف دابا اف غادي نشوفوا واش عندها علاقه مع السي ولا مع الدي، يعني دائما كنشوف داكشي اللي تلون صافي. دابا اف واش عندها علاقه مع السي؟ لا، ولكن واش عندها علاقه مع الدي؟ اه، يعني خصنا ندوزوها. جي عندها علاقه مع الدي، واش عندها مع علاقه مع الدي؟ لي طاب كتبان لي بسيطه، واش باور راه بسيط. كندوزو لي طاب الثانيه، كنلونو كلش، حنا مكونسيرني بلا لين دو. نبداو نلونو، هابي ديالنا دازت صافي. ونبداو اه واش عندها علاقه مع هادشي اللي تلون؟ مع بي. هابي ديالنا تلونات. واش ا عندها علاقه مع بي؟ اه دوز. او واش عندها علاقه؟ اه دوز. اف واش عندها علاقه؟ ما عندهاش علاقه لونها. ايوا دابا جي شوفوا واش عندها علاقه مع اف ولا مع بي صافي. ما عندها علاقه لا مع اف، ها هي جي ما عندها علاقه لا مع اف ولا مع بي، ها هي فتايا اللي تلون. وكائما دائما كنقولوا لون سد 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 تلقى ما تفتح ولا ما تحل. اش واش عندها علاقه مع جي ولا اف ولا بي الاولى اللي تلونات صافي؟ ما عندهاش علاقه. هذه الاولى اف جي اش، اف جي اش. نديرو اللون الاخضر، نختار اللون الاخضر. كندوز نبداو بالاولى ا سد ها تلونات. واش او عندها علاقه مع هاد اللي تلونات؟ لا. وبهذا تكون قد اتممت ويلش اي باور، ولكن غادي تجي لو سد ببساطه وغادي دير له ببراءه لو نوبرو كروماتيك دو جي ايغال شحال من لون؟ ايغال 3. وستجد صفرا مكورا. لماذا؟ دابا ويلش اي باور شنو كيعطينا؟ كيعطينا اون بوسيبيليتي دو كولوراسيون. يعني شنو كيقول ويلش اي باور؟ دابا فاش كنلونو هاد الزواق والحماق وعندك كيتلفو لك لي كولور وعندك كيتخلطو لك سطولات الصباغه وهاد التخربيق كامل، في الاخر شنو كتلقى؟ كتلقى حاجه وحده، هي واحد لامبليكاسيون باننا اون بو كولوري لو غراف افيك هادشي افيك 3 كولور. يعني شنو؟ يعني ويلشي باول كيعطيك بان لو دوغري او بيان اسمو سميتو لو نومبر كروماتيك هادير هادشي الي انفيريو ايغال 3. عقلو واحد، هادشي اللي كيعطينا صافي. شنو ببساطه؟ حنا هاد الكراف قدرنا نلونوه بثلاثه الالوان، يعني لو نومبر كروماتيك اللي هو لو مينيموم ديال لي كولور نيسيسيتون بور كولوري هادشي باش يحتفظ على داك التخربيق. راكو عارفين ديال هادي ما يكونش هادي وهادي، راكو فهمتوا شنو قلت. المهم هو ثلاثه، يعني المينيموم راه صغر. حنا قدرنا نلونوه بثلاثه، داك لونا بثلاثه، هو يقدر يكون صغر. فهادي لينيغاليتي الاولى. واجي كيفاش غادي نجبدو لينيغاليتي الثانيه باش نقول واش كيساوي 3 ولا 2؟ عقلتو على ديك الفورمولا نحطها هنا الفوق اللي كنا كنقولو بان لو نومبر كروماتيك محصور بين من بين دلتا بلس 1 وبين اوميغا. شنو هو هذا الوسطاني؟ لو نومبر كروماتيك شنو هي دلتا؟ هو لو دوغري ماكسيمال، يعني كنقلبو على كنقلبو على اكبر دوغري كاين في دوك لي سومي. شنو هو؟ هو 6. شفتوه؟ هاهو هو اكبر دوغري، هاد دلتا هو داك اكبر دوغري. شفتوه؟ هو 6. يعني شنو كيقولنا؟ كيقولنا هنا بان هذا اكبر من 6 زائد 1، ولكن حنا شنو كتهمنا؟ كتهمنا ديك او يساوي ديك اللي الجهه الاخرى، هادشي كامل او يساوي هي اوميغا. دابا اوميغا شنو هو؟ هو لو نومبر دو سومي فين كليك ماكسيمال. شوف كنقلبوا على شي كليكه ديال الافراد هنا في هاد الكراف تكون ماكسيمال، والعدد ديالها هو داك اوميغا. يعني شنو كنديروا في الريداكسيون؟ قلنا بي دي او ايتون كليك ماكسيمال، تلك اوميغا ديال هاد بي دي او شحال كتساوي؟ 3. دو اوميغا او انا شيطان، هاد لو نومبر كروماتيك اللي سوبيريو غالا 3، هادي هي اللي ليغاليتي الثاني. غادي يجي شي واحد يقول لي وراه حتى ا دي بي راه كليك ماكسيمال، او دي شكون منعك ولا شكون منعكي؟ ما كيهمش، ها هي شفتو ا بي دي. اعيد تعريف الكليك،
كليك هي عدد من الأفراد بينهم يتواصلون بشكل سري. صافي هذه كليك. كليكة يعني كيكونوا كاملة لصوميلية لبعضياتهم كاملة. دابا بي ليا الدي ودي ليا الأو، أو ليا البي. قصدي ماشي هكا دايرين، لا زعما أو مرتبطة بي ودي ودي مرتبطة بأو بي، وبي مرتبطة دي أو. جيني بحال هكا نشرح دوك لي ماتريس إليمونتيغ. أ مرتبطة هنا ببي ودي ودي مرتبطة ببي وأ ودي ما تجيب. صافي راكم فهمتوا كليك. صافي فكنقلبوا على شي كليكة تكون ماكسيمال. تخيلوا كان عندها غير تخيلوا، أنا قلت غير تخيلوا كان عندنا واحد الخط هنا. فالكليك ماكسيمال شناهي هي أ بي أو دي. غادي يولي هذا هاد أوميغا كتساوي 4، حيت هاد هنا غادي تكري واحد الكليكة. فبين لي قاليتي الأولى ولي قاليتي الثانية عاد كيجي مولاي سيدي السلطان وكيقول دابا لو نوبغ كروماتيك يقرا 3. صافي نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي، راها بسيط الالغوريتم. ولكن دابا هادشي كامل تقدر تكون كتعرف ديرو وتقدر تمشي لك النقطة. كيفاش؟ غادي نشرح لكم. دابا ماشي دائما كيتعطاك تمرين كولوري بحال داكشي ديال التربية التشكيلية لون، ماشي ضروري تعطالك ديريكتومون. كتقدر تعطالك سيتوياسيون بروبليماتيك ولكن الجواب ديالها كيبان لك بان راه هي ساجي دان بروبليم دو كولوراسيون. اشنو كدير؟ كتحاول تبرهن ولا تكتب واحد الباراغراف كيمونطري بانه هي ساجي فريمون دان بروبليم دو كولوراسيون، وكتحول وكتجبد الجراف ديالو وكتلون وكدير هاد الخدمه وتجلط وما عرفت شنو لخبط لخبط شخبط شخبط وتلقى هذا هانت لقيتو. عاد كتقد داك الرقم وتعاود تردو السيتوياسيون بروبليماتيك وتقول هاش هالحل ديال ديك السيتوياسيون. كيفاش؟ هنا غادي ندوز لهاد الكوت فين قال لك الالغوريثم دو ويلشي باول اي سوفون يوتيليزي بور لا كولوراسيون دو غراف. Voici quelques situations où cela peut être appliqué. Je vous mets un exemple. Quelques réseaux de télécommunication, quelques assignés des fréquences autour de communication de manière à éviter les interférences entre les canaux adjacents. Je vais vous dire que vous avez dit blablabla, mais je vais vous dire. Je vous mets un exemple. Emploi du temps scolaire. Affecter des horaires de cours aux salles de classe de manière à ce que les cours adjacents dans le temps nananana تحنا ما قدينا على كثرت الهضره غادي نشرحوها بالخشيبات. فيما كتلقاو في لا سيتوياسيون باننا البروبليم عندنا هو ان شي بعضين مضاربين مع شي بعضين وشي بعضين ما يقدروش يتجمعوا مع شي بعضين وبعضين عاطيين لبعضين، المهم كتكون هكا نايضه بعضها. فهنا كان يكون غالبا بروبليم دو كولوراسيون. نشرح لكم ببساطه. تخيلوا بانها جايه دابا لانسياس واحد الفورماسيون ونقدروا نجمعوا الناس اللي في ليير ونقدروا نجمعوا الحضور بين اللي في ليير وبين اللي نيفو. بحال من سيدي بروميير اني جي ال يقدروا يحضروا مع دوزيام اني بي اي ودوزيام اني كامله يقدروا يتجمعوا، ولكن واحد اي سي اس اي دابا خفنا نعطوا ليكزومبل ونبقاو حاصلين في لي كومونتير. ولكن وسعوا وسعوا عقلكم، طلقوا الشاشه عرضوا الشاشه طلقوا البشاشه واخا عارفين ان سيتياسيون هشاك الشام الشخله سيلو زين. دابا نقول واحد اي سي اس اي ما عندوش الحق يحضر سيدي مع تروازيام اني، فهمتوا؟ فاش كطيحوا في هاد السيتياسيون ديال شي كيمشي مع شي. نعطيو مثال بسيط. تخيلوا عندنا واحد لابوراتوار وخصو يدي واحد لي برودوي شيميك واحد لي كومبوزون شيمي، يقول لك اسيدي بان سي او او تي ما يقدرش يمشي مع بي تي ام، هادو المهم دي فورميل شيميك. صافي و سي ار جي اش ما يقدرش يمشي مع تي بي ار، ولكن سي ام جي يقدر يمشي مع تي ام سي. هادو راه صنعتهم غير فهمو. فهنا شنو؟ فاش كطيح فهاد السيتياسيون ديال شي يقدر يكون مع شي وشي ما يقدرش يتجمع مع شي، فغالبا كيكون بروبليم دو كولوراسيون ويل شي باول. فشنو كنديرو؟ داكشي كيتقلب، داكشي اللي ما يقدرش يتجمع هو اللي كنجمعو بابه. يعني راه قلنا لكم ان اس اس اي ما يقدرش يتجمعوا مع جي ال تروازيام اني، فهما اللي كنجمعو في الجراف. شنو كنحطو في لي سومي؟ في لي سومي كنحطو ديك التويشيات اللي عليو كنهضروا، يا لي صال يا لي فيليير يا لي برودوي يا ما عرفت شنو، وكنليهم. يا كازو اس اس اي مع جي ال دوزي تروازيام اني ميتليا وشحنا ليهم بابهم في ويلشي باول. فشنو كيولي؟ علاش؟ لان الالغوريثم دو كولوراسيون شنو كيقول لك هنا؟ كيقول لك بان هادو اللي ليا ما يقدرش يتلونوا بنفس الكولور. صافي يعني ما يقدرش يكونوا في نفس القاعه، ما يقدروش يترونسفيراو في نفس الكاميون، ما يقدرش يمشيو ما عرفت شنو. فهمتوا البلان؟ فشنو مطلوب منكم دابا؟ ويلش اي باول ها حنا شفناه، انتو شفتوه فهمتوا الالغوريثم، نتمنى تكونوا فهمتوه واضح الطريقه
ها شنو كيعطيك كلشي باول هاد انفيريو ايغال كنخدمو داك التيوريم باش نلقاو سوبيريور ايغال بالكليك وكنقولو ها لو نومبر كروماتيك. ولكن سيتوياسيون بروبليماتيك شنو كنديرو؟ خصنا نبداو من سيتوياسيون بروبليماتيك نبينو بانه ال ساجي دان بروبليم دو كولوراسيون كنحلوه كنلقاو لو نومبر كروماتيك وكنرجعو نجاوبو. دونك اون ا بوزوان ديال اش لو نومبر كروماتيك 6 يعني خصنا 6 د لي صال باش نديرو هاد الكونفرنس. علاش؟ المهم قلت لنا شي كيتجمع مع شي وشي ما كيتجمعش مع شي ثاني. المهم غادي هكا شيات ف لو نومبر كروماتيك 6 يعني خصنا كنرجعو نجاوبو على السيتوياسيون ديالنا. اون ا بوزوان مينيموم زعما لو مينيموم ديال لي صال اللي يكفي لهاد القضيه ديال لي كونفرنس هو 6 ديال لي صال. صافي نعطيك واحد المثال حي اللي تعطى العام اللي فات الترونسبور ولا نخليوه حتى ندوزلو ولكن باش نفضي معايا هاد القضيه. العام اللي فات في ليكزام كانت تعطى بان شي برودويات بي 1 حتى بي 6 واقيلا ولا حتى بي 7 شنو بقى كيقول لك في التحت؟ يقول لك اسيدي بي 1 يقدر يمشي مع بي 2 هادو بغينا نديرو لهم فهمتوا بغينا نديرو ترونسبور لهاد لي برودوي. بي 2 يقدر يمشي مع بي 5 ولكن بي 5 ما تجمعوليش مع بي 6 الجاج مع الفرشي ما تخلطهوليش. بي 6 ما تصيفطوليش مع بي 3 اشنو كنديرو؟ كنديرو الجرافيه لي سومي ها بي 1 ها بي 2 ها بي 3 ها بي 4 ها بي 5 ها بي 6 وشنو كندير؟ وكنديرو داكشي اللي قلت لكم العكس. قلت لنا بي 1 ما يمشيش مع بي 2 ها هما ولاو كيتلاقاو كنديرو بهم معاهده صلح ودوك اللي قال لك عادي يتلاقاو ما كنلصقوهمش. وشنو كيولي الجراف بحال هكا طاق 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 حتى كتكري الجراف. شنو كدير؟ كدير له الكولوراسيون والشي باول شاك ايتاب كتمونسيونا ردوا البال لا ريداكسيون. ومن بعد فاش كنساليو وعقلوا على هاد القضيه راه كنقولها ونعاودها حل المعادلة راه اهم جملة في التسعير عقلته هو شنو؟ حل المعادلة. يعني تقدر دير الدلتا وتمانيفيستي وما عرفت شنو وتعمل وتنشر وفي الثاني ما تقولش استاذ حل المعادلة هو اكس يقال 3 هز كلمة وكلات الحوت. فنفس الشيء هاني حليت وضربت الدورة وارجع البروبليم شنو هو؟ السؤال قال لك كيلي لو مينيموم دو كاميون نيسيسير بور فيغ سيت ميسيون فهو 3 د الكاميونات. صافي نتمنى ان يكون واضح ولشي باول. دابا نبداو غادي ندوزو لي زالغوريثم دو لاربر كوفرون لي هما بريم او كريسكال. والان رحبوا معنا بكريسكال السيد كريسكال. الالغوريثم دو كريسكال هو بريم اللي كيتستخدمو باش نستخرجو لاربر كوفرون مينيمال. سافي دير كيفاش غادي ليو كامل لي سومي ديال الجراف مع بعضياتهم ولكن خاص يكون لو كو توتال مينيمال. فالالغوريثم ديال كريسكال هو الاسهل مانيولمون ولكن معقد الغوريثيكمون الغوري الغو صافي فريمون طفيت او نيفو الغوريثميك الغوريثيكمون صافي والله صرات لي انا بحال ديك ديال سميتها هنا غادي نوريها لكم دابا هي هذه علاش كنهضر. المهم او نيفو الغوريثميك او نيفو الغوريثميك صعيبه على الصعيبه. دابا نبدا نشرح لكم سكي تيوريك وغادي ندوز ليكزامبل. دابا كريسكال شنو كيقول؟ كيقول كلاسي لي زاغيت بار اوردر كروسون دو بوا يا سيدي ستفولي اي واحد حتى الاي ام بحيث يكون كنستفهم سولون شنو لو بوا. لان اصلا في كريسكال في بريم هادي كنخدمو فيهاش في الكراف هي هادي قولوها فاليوي او بيان بونديري. احسنتم فكنخدمو في الكراف فاليو لا بونديري يعني كامل لي زاريت كيكون فيهم لو بوا ديالهم سينو غادي تعطى لهم واحد باغ ديفو. ايطاب جوج هي كومونسي افيك ان كراف فيد كنبداو بواحد الكراف فيد يعني ها هي تي تري يعني لاغبغ ديالنا. وشنو كنبقى نديرو؟ الالغوريثم بسيط كنبقى نزيدو بالترتيب هاد لي زاغيت كنبقى نزيدو وكنبقى نشوف واش تكريا سيكل. الى التكريا كنحيدو ديك لاغيت سينو كنخليوها. كيفاش كنديرو؟ يو ان يو ان يلا لاريت الاولى زعما غادي تكريا والو نزيدو اي دو نشوف واش تكريا اغيت ولا لا سيكل. ما تكرياش كنزيدو على بركة الله كنزيدو اي 3 تكريا سيكل حيد اي 3 كنزيدو اي 4 تكريا سيكل حيد اي 4 دوز الاي 5 ما تكريا سيكل كمل على بركة الله. فوقاش كنوقفو؟ ها لا كونديسيون داغي حيت كنوصلو ل ان موان زان اغيت سافو دير ان عقلتو على هادي سافو دير ان لا تاي ديال لاغبغ هي ان موان زان
عندنا ستة ديال لي سومي ولا سبعة، كانوا عندنا سبعة كانوا وقفوا في ان موانزا. وكما قلت لكم راه هذا هو السهل مانيوالمو، يعني كتكبد غير داك الجراف وتبقى تزيد فوقه في الخطوط حتى كتسالي الالغوريثم. اما او نيفو هادي غير ثقافة، اما او نيفو الغوري ان دي بينينغين ان دي ان دي بيني ان دي بينينغين يا ان دي ان in the listen properly in the beginning لا au niveau algorithmique ولكن الاخرى algorithmique algori او تي صافي لساني صافي تشد. على اي حال نكمل. قلت لكم علاش au niveau algorithmique algori صافي بحكم زعما اللغات اللي كنهضر فهمتو، يعني التركيه الالمانيه يا ايش كان دويتش يا ويوب الاسبانيول، شنو اخر عندي شويه التركيه عندكم شروم تركتشي داكشي صافي. ولا كيتقرطوا لي عندك العيا العيا ولا ما باش تخرج الكلمه صحيحه معقده. امريكا تحتاجني، المانيا تحتاجني، بريطانيا تحتاجني، دول الخليج تحتاجني. على حيد دوزو هاد البارتي. قلنا او نيفو الغوريتيميك يا رب هادي الغوريتيميك صافي الغوريتيميك مو لقيت الكلمه الغوريتيميك مو جينيسيس 1 فيس 1 In the beginning. Yeah. In the. Listen properly. In the beginning. Yeah. In the beginning. إيه واش تعرفون راه كابابل. والله نسيت راه شي مره كيكون اكثر الا دابا انا عيان وفي ما فيا ما نحركو بزاف فهمتوا داكشي باش هادشي كيحتاج بزاف ديال لي فوايل فندوزو هاد البارتي. المهم هذا كان استطرادا في الحديث، سيتي اون سامبل ريغريسيون. غادي نكملو اوفر نو نوتر موطون. فشنو قلنا او نيفو الغوريتميك هي ك ما نعاودش نقول هاد الكلمه هي زعما كثقافه عامه يمكن لكم تسكيبو هاد البارتي. هو هاد الكود البارتي بي كيفاش داك الالغوريتم ديالك شنو هو الكود اللي غادي تامبليمونتي باش انه يبقى يشوف يبقى يتشيكي واش تكريا سيكل ولا لا. فكتكون لا كومبلكسيتي ديالو طالعه. تخيلوا واحد الجراف عندكم فيه مليون، لا ماشي مليون، 10000 1000، شوف اخر ثمن كان 500 بوان. فانا قلت باش بقى تزيد كل مره اغيط ويشوف واش تكريا سيكل راه صعيب. دوزنا البراتيك. شنو قلنا يلا ذكروني ايطاب اون كان ستفو هادو نسموه يلا U1 U2 U3 U4 U5 عندي له الرقمات 6 7 U8 U9 زيدو لهم انت ديك الاي 8 هذوك نزيدهم ها هو ستفو صافي. احنا دابا هي النومينال ستفو هنا شكون اللي كاين U1 U2 U4 كاين لارك 3 فيه 2 لارك 9 فيه 2 من بعد شنو بقى بقاتنا 3 و 4 هادو هما لي زارك لا مازال جوج جوجات اللي هما 5 و 7 حتى 7 كاينين هنا 5 و 7 صافي. وهاد لارك اللي هنا هو 6 يعني هادي اللي كنهضر عليها هي 6 4 شي اللي بقى لا 6 8 خلطتهم 6 8 دابا كنت كنقول لي بو. المهم راكو تما كنستفو كنبقى ندوزو عليهم. نبداو بلارك الاول واحد واش تكريا سيكل لا دوز واش تكريا سيكل لا دوز تكريا سيكل لا دوز شنو وراها المهم مرتبوه نتوما وراها 3 تكريا سيكل لا ودائما شوفوا واش وقفنا ولا شحال وصلنا من اغيط 4 حنا فوقاش خصنا نوقفوا 6 ناقص 1 اللي هي 5 صافي. واش تكريا او مازال ما وقفنا غادي نزيدو 9 صافي حنا وقفنا صافي. فهنا جوج حوايج كيكون هنوريكم
كما قلت لكم كنحطوا هذاك الشيء كنستفوه وكنبدا نعمر داك الشيء اللي لقينا ارغراف. نقدر نلقاو واحد اخر عادي فهمتوا، ماشي بالضروره نقدر ديك الجوج اللي هنا ندير نعوضها بهاد الجوج اللي في 7 وتولي الغراف من 6 غادي حتى ل 5 بلاص ما يمشي من 4 حتى ل 3 فهمتوا. راه بسيط الالغوريثم كتستفوهم داك الشيء اوردر كرواسون كتبقى تزيدو تزيدو في الكرواسون كرواسون كرواسون حتى توصلوا للباكيت وتوقفوا، يعني عاد كتوصلوا لهاد لا كونديسيون كتوقفوا. ولكن شكون هو المهم؟ المهم هي هذه الجمله دائما كنرجعوا لها، حل المعادله هو كذا، حل المعادله هو كذا. عقلتوا على ديك الجمله؟ هي احسن جمله كاينه في التسعة. الا ما درتش للبروف حل المعادله هو 3 واخا تلقى اكس تساوي 3 ما غادي يعطيك 3 صافي، داكشي ساهل. فنفس القضيه صارت للدراف وزعما كنقول زعما كتصرى لي زيليف لي ستوديون هكا في ليكزام. ف لا ريداكسيون لا ريداكسيون لا ريداكسيون، احنا سالينا الالغوريثم خصنا نحسبوا لو كوتوتال. لو كوتوتال هو غادي ندوزو على داكشي كامل، ها هي جوج زائد واحد زائد واحد 4 زائد جوج 6 زائد واحد 7 ها هي لو كوتوتال هو 7. فوالا قلت لكم هذه لو انه تعطى الالغوريثم ديريكتومون، قال لكم قادو هادشي كريسكال. انا غادي ندوز البريم وغادي ندوز للسيتياسيون بروبليماتيك. سيداتي طيب الله وجوهكم ورحبوا ببريم. الالغوريثم دو بريم هو فيه كثرت كيحتاج زعما كثرت الوراق في الجواب ديالو، ولكن او نيفو الالغوريثم كيكون ساهل. فشنو كيقول؟ ليتاب اون كومونسي افيك ان انصومبل دو سومي ا كونتونون ان دي سومي دو اكس. شنو كيقول لك هو ببساطه؟ نشرح لكم. كيقول لك دير واحد الانصومبل ا، اختار نيمبورت كيل سومي، اختار شي اي نقطه عجباتك انت. علاش اي نقطه؟ لان كامل النقط خصو يتصلوا ببعضياتهم، يعني النقطه راه ضروري غادي تتصل بالنقط الاخرين، يعني اختار شي نقطه. كيقول لك ليتاب جوج كالكولي لو كوسيكل. عرفتي شنو هو لو كوسيكل؟ هذا لو كوسيكل ديال الانصومبل ا هو جميع لي زارك اللي عندهم علاقه بالنقط اللي كاينين فيه. يعني بحال دابا ا فيه غير اكس اي، فلو كوسيكل دو ا هما جميع لي زارك اللي عندهم واحد لا بوينت في هاد اكس اي، يعني اللي يا خارجين منه يا داخلين ليه. فهمتوا؟ يعني الا كانت ا فيها اكس و ايغريك، اشنو هو لو كوسيكل؟ هو مجموع لي زاغيت اللي كتكون عندهم علاقه بهاد لي بوين اللي كاينين في لونسومبل. حنا غادي ندوزو ليكزامبل. شنو كيقول لك؟ Choisir dans Q une des arêtes de moins ou bien de poids minimal. Qu'est-ce que tu fais quand tu construis le cocycle? Tu as un peu de choses. 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 Tu as ببساطة اللي كيتجمعوا في ا كل مرة كتعاود تدور عليهم باش اي اريت كانت وسط هذيك الحقل ولا ديك المحميه اللي مدور عليها ما عندكش الحق تهزها في الشجره، ما عندكش الحق تهزها حتى في الكوسيكل. صافي، بما ان ما كدوزش الكوسيكل فيمكنش تدوز لديك الشجره ببساطه. وعيد بريم راه بسيط، كنبداو اونصومبل ا وكنحطو فيه نيمبورت كيل سومي، اي سومي اي نقطه عجبتكم. كنبقى نحسبوا الكوسيكل. شنو هو الكوسيكل؟ هو مجموعه ديال لي زاريت اللي عندهم علاقه بدوك لي بوين اللي كاينين في ا. وليطاب الثالثه شنو هي؟ كنختاروا اصغرهم وكنزيدوه للشجره وكنعاود نديروا نفس القضيه، احسب لو كوسيكل دو ا. صافي، وشنو كنديروا؟ ديك لاريت اللي غادي نزيدوها للشجره غادي تكون عندها عاود واحد لوسون، غادي يكون عندها واحد ليكستريميتي فواحد البوان اخر، داك البوان كنزيدوه ل ا. دابا شنو صرا؟ ا غادي تزاد لواحد البوان، نعاودو نحسبوا لو كوسيكل كيزيد يكبر، كنعاودو نختاروا الصغير فيه كيتزاد للشجره، داك البوان الجديد كيتزاد ل ا، وحنا غاديين فوقاش كنوقفوا دائما. مشات كيقولها لنا راسنا حيت كنوصلوا لهاد لا غولاسيون المشهوره، حيت كنوصلوا ل ان موان زان اغيت. صافي، فسوا الالغوريثم اللي قدامنا ولا بيان لو غراف اللي قدامنا. شفتوا الغراف ديال ليكزيرسيس اللي سبق؟ فهاد ديبار هذا الكومونسمون. شنو كنديروا؟ كنختاروا واحد الياطوار، حنا تختار لو سومي واحد، كنحسبوا لو كوسيكل. شنو هو الكوسيكل ديال هاد هذا؟ هما كاين هاد لاغيت وكاين هاد، كاين U1 و U4. شنو غادي نختارو باش ندوزو ليطاب الثانية؟ بنقول الجاية والثانية وقلت الجانية. المهم دابا تي مازال ما عندنا والو في ديك الشجرة، بسيط بسيط بسيط، هاي شوية تركيز. فشنو كنختارو؟ الصغير. شكون في هادو الصغير؟ U1 هو صغير فيه غير واحد، فالشجرة ديالنا شنو فيها؟ ولا فيها U1. وشنو هو
الرقم ولا لو بوين اللي تزاد هو جوج. دابا جوج غادي انتغريها وسط هاد لونسومبل ونعاود نحسبوا لو كوسيكل ايتاب باغ ايتاب. دابا ها جوج ولات وسط ا شفتوها واحد جوج والتي عندنا فيها او ا اللي زدنا كنعاودو نحسبوا لو كوسيكل. قلت لكم باش نحسبوا لو كوسيكل وما نخطئوش مزيان كندورو على دوك لي بوين مزيان باش اي اغيت لي دوز اكستريميتي ديالها كاينين لداخل كتحيد. دابا او ا ما عندناش الحق نعاودو نذكروها كي كانت هي اللي في الشجره ولا ما كانتش في الشجره ما كيهمش. المهم اي اغيت اي سلك كان لداخل ما كيتزادش صافي. فشنو هي لو كوسيكل ديال هاد ا؟ هو لي زيكستريميتي او بيان لي زارك لي زاري بنقول لي زارك لي زاري اللي عندهم اكستريميتي في واحد ولا في جوج اللي هما كاينه اي 4 متصله بواحد كاينه اي 9 متصله بجوج اي 8 اي 2 ها هما اي 2 اي 4 اي 8 اي 9. باش ندوزو لي طاب لي جي شنو غادي نختارو؟ الصغير. شكون الصغير في هاد ديال الكوسيكل؟ ها هو الصغير هو اي 2 كاينه ولا لا؟ غادي نزيدو اي 2 وشنو نديرو؟ نعاودو ندورو على هاد المحمية كاملة. وشنو هاد النقطة اللي تزاد شنو هي؟ هي 6. نعاودو نانتيغريوها وسط ا صافي. ها لي طاب سويفون. دابا ها 6 تزادت وهاد تي ولات فيها او 1 و اي 2 دورنا عليها ياك. نعاودو نحسبو الكوسيكل اللي شنو هو؟ الكوسيكل ديال واحد وديال جوج وديال 6 هادشي اللي كان وسط ا. شنو هما لي زاغيت اللي كاينين؟ كاينة جوج كاينة زعما اي 4 اي 9 اي 8 مع اي 6 صافي. هادشي اللي كاين فها هم الكوسيكل كنختارو الصغيره فيهم. شكون هي الصغيره فيهم؟ كاينه اي 4 و اي 2 اللي اختارينا بحال بحال صافي. كيختارينا اي 2 كيختارينا اي 4 صافي. دابا هنا تختارت اي 4. احسن حاجه تبقى ديرو هي انك تدور مزيان على لي بوين بحال هاد الطريقه. ما تقبوش هنا ديروها هكا ديريكت. علاش؟ باش كيبانو لكم الا رديتو البال شنو اي 1 و اي 2 اي 4 اصلا هما اللي باش كنروح حنا كنكونستخويو كنديرو لا كونستركسيون ديال الشجره ديالنا. ولكن رديتو البال هذا هاد اي 9 كاينه لداخل ولكن بما ان لي زيكستريميتي ديالها تصيدو فما عندناش الحق نذكروها كاع فشي كوسيكل صافي. هادي صافي كتولي بحال قلتو واحد لاغيت مورت ما بقاتش خدام صافي. ونعاودو نحسبو الكوسيكل. ها هي كالعاده الكوسيكل ديال 6 ديال 2 ديال 3 وديال 1 1 اصلا ما بقاش عنده حيت داكشي اللي عنده كامل اصلا لداخل كنشوفو غير لبرا. يعني الكوسيكل هو ببساطة كتقلبو على جميع لي زاغي وبيان لي زاغ. المهم لي زاغي اللي كيكونو عندهم اللي كيكونو من الاخر كيكونو كيتقاطعو مع هاديك المحمية. دابا رديتو البال ودورنا على دوك النقاط 6 شنو غادي تلقاو؟ تقلبو على النقاط اللي كيتقاطعو مع هاديك المحمية غادي تلقاو هذا كيتقاطع هنا وهذا كيتقاطع وهذا كيتقاطع. داكشي باش قلت لكم بقا دورو مزيان على لو بوين. راه دورتو على لي بوين كيبانو لكم في الساعه الكوسيكل. الكوسيكل باش ما تبقاش تدخو مع دوك اللي لداخل والبرا وداكشي هما دوك اللي كيكونوا كيتقاطعوا مع صافي. فاش بدينا بواحد تخيلوا دورنا على واحد شكون اللي كيتقاطع مع واحد؟ كاينه غير اي 2 و اي 4 وهكذا دواليك صافي. ها هو دابا ولات عندنا اي 1 اي 2 اي 4 اي او اي 7. شنو قلت لكم دائما باش نقادو داكشي صحيح شنو هذه هي الطريقه الصحيحه؟ دوروا على داكشي كامل. ودابا الفرق اللي كيتقاطعوا كيتقاطع هنا كاين تقاطع هنا وكاين تقاطع هنا. فشنو عندنا؟ عندنا اي 3 اي 5 اي 6 هادو هما الكوسيكل كاينه ولا لا؟ صافي غادي نختاروا الصغيره فيهم اللي هي هذه اللي فيها واحد هي اي 3. وفوقاش غادي نوقفوا قلنا حيت نوصلوا ان موان زان. دابا بما ان عندنا 6 ديال لي بوين فان موان زان ديالنا واقيلا الا وصلنا ليها كاين ياك بعدا صافي راه وصلنا ليها. عندنا 6 وصلنا لواحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هذا هو الغيزيلتا فينا. يعني شنو هي الاربر ديالنا؟ هي هادي. ودائما شنو قلنا فاش كنوصلو الاربر كنرجعو للسؤال شنو كان مطلوب؟ واش نتروفيو لو كور او بيان لو كو او بيان شنو او بيان شي حاجه مينيمال ولا شي حاجه صافي. يعني هي تحلات هالبروبليم تحل كنرجعو دائما لا فورمولاسيون ديالي. داكشي باش غادي ندوز هنا لهاد القضيه. داكشي باش قلت لكم بحال لا كولوغاسيون عقلتو البروبليم د كولوغاسيون فنفس البلان كيصرا في لو بروبليم ديال المينيموم سبانين تري يعني ديال لاغبغ كوفرون بيان دو ريكوفرمون مينيمال. فشنو كيكون بعض المرات كتكون معطيه لك سيتوياسيون خصك انت تبان لك بان هي الساجي اصلا كتكون باينه بان هي الساجي ديال 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 البروبليم ديال لاغبغ ديال المينيموم سبانين تري ديال لاغبغ دو ريكوفرمون مينيمال.
فكتستعمل كريسكال ولا ويلشي باول الى الشيطان ولا بريم وكتلقى السوليسيون كتعاود ترجع تحسب لكم مينيمال ديالها وترجع للسوليسيون ديالك بحال البلا اللي شرحت لكم في ويلشي باول. فنشوفوا هنا لي الغوريثم دو كريسكال اي بريم سون كومينيمون يوتيليزي بور ريزودر لو بروبليم دو لاربر دو ريكوفرمون مينيمال مينيموم سبانينج تري ام اس سي دون لي غراف. Voici quelques situations et elles peuvent être appliquées. نشوفوا الاولى réseau routier. Galik identifie les connexions de routes les plus courtes pour relier un ensemble de villes tout en minimisant la longueur totale des routes. Par exemple, simarifi bi annana bghina nlasqo bin jami' el madun. Voilà, بحيث نقصروا المسافه ديال الطرقان. هذا مثال. ولا شوفوا هذا المثال الثاني اللي كان بحالو العام اللي فات. Réseau électrique. Galik établir des connexions électriques entre différentes stations pour minimiser le coût total du câblage tout en assurant la connectivité. فشنو عندنا دي ستاسيون بين الليو بيناتهم مثلا بالريزو كابلاج ديال الريزو والهدف ديالنا هو الليو كامل لي ستاسيون بطريقه ان الكابلاج يكون مينيمال يعني لو كود دو كابلاج توتال يكون مينيمال. فهاد الشيء اللي كيكون يعني كتكونوا كتعرفوا الالغوريثم تابليكيوه ديريكتومون مي دون سيرتان كا كيكون مطلوب منكم اكزرسيس اللي كتكون نتوما يعني كيكون سؤال راه سؤال اصلا كيكون واضح وكيبان لكم بان بروبليم. فدائما اشدد واذكر لا ريداكسيون ماشي كنجيو نحط بريم وطاطا ونقول له دو لا اون شيرش اون فو تروفي مسيو طاطا il veut savoir kada le chef de l'entreprise veut savoir le coût minimum pour ce projet donc il s'agit de tata 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 فهمتوا اصلا بريم او كريسكال شنو كيحتاجوا كيحتاجوا لا كونيكسيتي او بيان لا كونيكسيفيتي. هذه هي الشرط الاول بعدا يعني راه بعض المرات غالبا كيكون الا ما كانش مطلوب منك راه خصك بعدا تبينها راه هادشي فين كيمشيو النقاط انا دابا كنحاول مونسيونيهم راه خصك تبين بعدا بان داكشي كونيكس تقدر تبدا من الهضره. هو مثلا الشيف د لونتربريز قال لك بانه بغى لي الشركه كامله بواحد الكابل للريزو صافي. فهادي كدل على ان الشركه راه الجراف كونيكس حيت المدير قال لك بغيت ليهم سينو ما غاديش يكونوا كونيكس. عاد كندوزل il veut ou bien il cherche le coût minimal ولا ta 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 فهمتوا راكوتم يعني دائما ننطلق من الوضعيه المشكله la situation problématique ou bien la situation problème كندوزو كنمونطريو هاد ليكيفالونس بانه il s'agit d'un problème بحال في شي بال دو كولوراسيون هنا il s'agit d'un problème de l'arbre de recouvrement minimal كنديروا لا سوليسيون بكريسكال ولا ويل شي با اين الشيطان بالبريم كنلقاو سوليسيون اللي كنعاودو نرجعو نعاودو انتيغريوها سيتوياسيون الاول. نتمنى ان يكون هادشي واضح. اللي عنده كيسيون في التعليقات فجروا شنو سميتها شنو هي بواط الله تمشت لي علبه التعليقات اسفله الظاهره اسفل الشاشه صافي. بقى لكم الغوريثم واحد اللي هو الغوريثم دو ديكسترا ديال لو بلي كور شومان حتى هو غادي نشرحو اون ديتاي وراهو بساط لي زالغوريثم. نتمنى انكم تكونوا فهمتو. سيداتي سادتي انستي ليديز اند جنتلمان رحبوا بديكسترا السيد ديكسترا او السيده ديكسترا ولا سيده السيد الله اعلم واش المراه ولا راجل. ديكسترا المسؤول على ايجاد لو بلي كور شومان حتى هو راه بسيط وغير خصكم تردوا البال باش ما تزعقوا حتى شي حساب. كيكون عندكم واحد الكغاف بونديغي وكيكون المطلوب هو نمشيو من مدينه الرباط الى مدينه كازا او من مدينه بوزنيقه الى اكادير صافي. ففي ليكزومبل عندنا حنا غادي نمشيو من بي للجي عندنا بزاف ديال الطرقان فالهدف هو نتروفيو لو بلو كور شوما صافي. يعني بلو كور شوما يعني بروبليم واضح واخا يكون انديريكتومون راه واضح بان il s'agit d'un problème du plus court chemin صافي. فكيفاش كيتامبليمونط كنحطو لي زاغيت يعني على الشيطان كنحطو لي سومي صافي وكنزيدو هاد لاكاز الاخرى سومي فيكسي وغادي نشرح كل حاجه. ترتيب لي سومي هنا ما كيهمش نساو داكشي ديال الترتيب وطاطا وما عرفتش شو التراتبيه الطبقاتيه لا هنا ست في كلشي ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا ال ام ان او بي. شنو كنديرو كنمشيو لداك لو بوين اللي غادي نبداو منو او بيان لو سومي اللي غادي نبداو منو. دابا غادي نبداو ب بي كنعطوه صفر والباقي كامل كنديرو فيه لانفين صافي دير بان نوت ريتشابل ما يقدر مازال ما وصلنا ليه صافي.
ففي لو سومي فيكسي شنو كيكون؟ كيكون لو بوان اللي رحنا فيه شحال كونسومينا ومنين جيناه. صافي عقلوا على هذه، فين رحنا شحال كونسومينا ومنين جيناه كيفاش. بحال من ببساطه دابا شنو غادي نقولوا؟ دابا سي جيناه من ا ب 8، فهمتوها؟ فبسيطه. فهادشي اللي كيكون كنحاولوا اننا ببساطه نكتبوا في لو سومي فيكسي فين رحنا حنا ومنين جينا وشحال كونسومينا. فنبداو دابا فين رحنا؟ رحنا في بي، شحال كونسومينا؟ صفر. صافي، يعني لو سومي فيكسي شنو هو؟ هو بي، كونسومينا صفر. علاش ما درناش ديك؟ نقدر نديروها كونتي سلاش بي، ولكن بي جيناه من راسو ما نافع بوالو. صافي، هادي السطر الاول. ملاحظه ثانيه، اي فالور هنا تفيكسات ما كيبقاش لتحت نكتبو، يعني هاد لاكاز ديال بي صافي تسدات. صافي، يعني اي فالور تفيكسات ما كنبقاش نكتبو تحتها وكتبقى هي لا ريفيرونس. صافي، انا غادي نشرح لكم، نتمنى تكونوا فهمتوا غير لا بروميير لين كيفاش كتحط، الباقي راه غير كوبي كولي مع شويه ديال الحساب. دوزو لا دوزيام. دابا لا دوزيام شنو غادي نديرو؟ ببساطه دابا اللي سالينا منها سدينا ستات مادام. صافي، كنعاودوش نفتحوها. قلنا ها هي الملاحظه الاولى، نبقى غادي معاكم ملاحظه بملاحظه. شنو قلنا؟ قلنا بان لو نيميرو اللي كيتسد ما كنعاودوش نفتحو تحتو. صافي، اللي كتحط فيه قيمه عدديه ما كيعاودش يتفتح. صافي، يعني لو مينيموم فيهم اللي كيتسد ديرو بكل اخر ما كيعاودش يتفتح تحتو. فبدينا ببي. دابا شنو غادي نديرو؟ كنبقى نشوفو في دوك لي سومي اللي تفيكساو شنو نقدروا نفيزيتيو. دابا لحد الان باش ندوزو من لاين الاولى لاين الثانيه شنو فيكسينا؟ يلا تفيكسات بي، متفقين ولا لا؟ فشنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو بي فين نقدر نمشيو. ها حنا في بي سيادنا، فين نقدروا نمشيو؟ نمشيو لا، نمشيو للسي، نمشيو للاو، ياك داكشي اللي غادي نديرو. ونمشيو حتى للدي، يعني نسيتها. صافي، ما تسوالو. شنو غادي نبقى نديرو؟ غادي نبقى نشوفو اقرب مسافه، اي رقم، اي سومي كنحطو فيه اقرب مسافه اللي نقدروا نمشيو ليها من لي سومي فيكسي. كيفاش؟ نعاود اكرر، لي سومي فيكسي كنشوفو فيهم فين نقدروا نمشيو، وباش نحطو لا فالور ديال ديك النقطه كنشوفو اقرب مسافه اللي نقدروا نجيو. علاش؟ لاننا فاش غادي نبقاو نفيكسيو غادي نقدروا نفيكس، احنا فيكسينا واحد غادي نفيكسيو جوج غادي نفيكسيو ثلاثه، فاش غادي نوصل لواحد لو راه نقدروا نجيوه من واحد البوان فيكسي واحد ولا البوان فيكسي ثلاثه مثلا. غادي نشوفوا شنو هو اقرب شمال اللي نوصلوا ليه. انا غادي وانتم غادي تبقى توضح لكم ببساطه. دابا ا، دابا شحال من بوان عندنا؟ يلا بي اللي تفيكسا في السطر الاول. دابا حنا خدامين على السطر الثاني، كننقلوا من السطر اللي السطوره اللي فوقنا، ماشي السطر كاع اللي فوقنا. دابا بي يعني ا ما عندناش منين نجيو له من غير بي، يعني شنو ا؟ غادي نجيو له باربعه من بي. ها هي اربعه وجينا له من بي، شفتوها؟ اربعه بي. وهنا شنو كندير؟ كنديرو ا، احنا في ا بلاتي. هذا نسوي عليكم، ماشي هذا هو. دابا ركزوا لي على البوان، هذا راه الحيط الصغير. بداو عمرو الطابلو، لو سومي فيكسي هو الاخر كنوصلوا ليه، اللي هو المينيموم. راك شفتوها، راك لاحظتوها. هي نكملوا. دابا سي البوان الفيكسي الواحد هو بي، يعني عندنا الحق نجيولو من بي. ها هو سي، نجيوه من بي. باش غادي نجيوه بسبعه؟ صافي، ها هو سي غادي نجيوه ليه من بي بسبعه. دي غادي نجيو ليه من بي، هنا كاينه 18 راهي ما مكتوباش. و او غادي نجيو ليه من بي ب 21. ما عندناش شي قيمه مع من نقارنوها، قيمه واحده اللي كاينه. و نورمالمون غادي ناخذو لو مينيموم. لو مينيموم هي لكل نقطه. انا غادي ندايز بشوي بشوي، نبقى نشرح كل نقطه. صافي، فيكسينا سي غادي نجيو لها بسبعه من بي، دي غادي نجيو لها ب 18 بي، او غادي نجيو لها ب 21 بي، والباقي لانفين مازال ما نقدرو نوصل ليه. فشنو كنفيكسيو؟ الصغير فيهم. شنو هو الصغير؟ هو ا. ها هي 4، هي اللي عندها القيمه الصغيره، كنفيكسيوها. وكنقولوا بان كنفيكسيو ا اللي كنجيوه ب 4 اون كونسومو 4 اللي كنجيو ليه عن طريق بي. صافي، يعني غادي نحاولوا انا وياكم نكملوا اللانين الثالثه، غادي نمشيو تشوفوا كيفاش شحال غادي تكون. دابا قلنا ا تفيكسات، بي تفيكسات، بقا ديروا بكل ديفيرون، يعني هادشي ما بقى ما نكتبو تحته. غادي نجيو للسي، يا رديتو البال السي، نقدروا نجيو لها من ا ونقدروا نجيو لها من بي، كاينه ولا لا؟ سي نقدروا نجيو لها من بي ونقدروا نجيو لها من ا، كاين كا ولا ما كا؟ فشنو غادي نديرو؟
غادي نشوفوا السيرج ديال الهام باش غادي نكونسوميو. السيرج ديال الهام باش غادي نكونسوميو 7، ها هي 7 زائد بي في الراه كنرجعوا للبي في الراه تفيكسات، اش غادي نكونسوميو 7 زائد 7 زائد 0 يعني غادي نكونسوميو 7. ولكن تخيلوا السي بغينا نجيو لها من ا، ها ا في الراه يعني شحال غادي نكونسوميو؟ غادي نكونسوميو 8 باش نمشيو لا، واصلا ا راه حنا واصلين لها ب 4، ها هي مفيكسيه في 4 شفتوها يعني شحال هي؟ هي 8 زائد باش وصلنا 4، 8 زائد 4 هي 12. شنو هو الصغير؟ الصغير هو اش؟ هو 7. يعني غادي نديرو 7 وغادي نجيو للسي عن طريق بي، كاينه ولا لا؟ دابا دي عندنا الحق نجيو لها غير من بي، ما كايناش ا، واخا ا فيكسي ما يمكنش، صافي غادي تبقى 18 بي. ها او وكذلك، ولكن اف اف ها هي حتى هي اف ما يقدرش نجوها من ا، غادي تبقى لانفيني وغادي تبقى لانفيني. وغادي نختارو شنو هو الصغير في هاد. دابا عندنا 21 وعندنا 18 بي وعندنا 7 بي، شكون هو الصغير فيهم؟ هو 7 هو السي نفيكسي بالسي، ها هو غادي نجيو ليه بسبعة عن طريق بي، شفتوها ولا لا؟ عندي راه بلون احمر، ها هو 7 بي هو الصغير. غادي نانتيغريو هنا، غادي نقولو باننا غادي نفيكسيو السي اللي غادي نجيو لها بسبعة عن طريق بي. ودابا شنو ولات؟ ولات نفيكسيها بي ا سي، مفهومة؟ ها هي دابا تفيكسات بي ا سي صافي. فنكملو الطابلو غير بلاتي هي احسن. دابا قلنا بي ا سي، ها هي بي بي ا سي تفيكسو صافي، اللي كيتفيكسو ما كنبقاش نكتبو تحتهم، قلتها لكم. ودائما لا ديرنيير فالور ديالهم باش تفيكسيناهم بقات عقلوا عليها، ولا لونوها بلون حمر باش في ساعه تقراو منها. دابا غادي نجيو للدي. دابا الدي منين في نظركم نقدروا نجيو ليه؟ نقدروا نجيو له من بي ديريكتومون، نقدروا نجيو له من سي كا ولا ماكا؟ ها عقلوا هنا، راه كاينه 18. نقدروا نجيو له من اش؟ من سي. وغادي نقارنو. دابا الدي راه جينا نجيو له من بي، ها هو هادي بغينا نجيو له من بي، يعني شنو هو؟ هو صفر زائد شنو باش نمشيو من بي للدي؟ ها هي صفر زائد 18. غندير هنا لون مغاير ازرق باش يبان لكم صافي، عندنا 18. ورا قلت لكم دي يقدر يجي من سي، ها هو على الطريق، يعني الدي غادي يجي من طريق السي ب 10. ولكن شوفوا السي اصلا باش راحنا واصلين لها، واصلين لها بسبعة، شفتوا ولا لا؟ يعني السي واصل لها بسبعة، يعني غادي نجيو هي بسبعة زائد 10 هي 17. يعني احسن طريق شنو هي؟ هي نجيو ب 17. منين نجيو من السي؟ فهمتوا هاد التوشيه ولا نعاود؟ دابا شوفوا الدي نقدروا نجيو لها قلت لكم من بي ومن السي، اللي قلت واحد نقدروا نجيو لها من جي ومن او ومن اف، لا كنشوفوا دوك اللي تفيكسوا، فهمتوا؟ حيت دابا شنو حنا راه بحال البكتيريا، بحال كنقول حنا في بي وحنا غادي كننتشروا وكنتيستيو، فما كنلقاو شي طريقه خدامه زوينه كنخليو الاخرين وكنكملوا فيها حتى نشوفوا نهار كنحصلوا كنعاودوا نرجعوا صافي، هكا خدامه جيكستا صافي. فدي قلنا نقدروا نجيو لها مباشره من بي، ولكن بشحال غادي تقام علينا؟ بي اصلا صفر فيها بدينا، غادي تقام علينا بصفر زائد 18 طريق. ولكن دي راه جينا لها من السي غادي تقام علينا غير 10 ديال السي باش نوصلوا لها، اصلا السي واصلين لها بسبعه عن طريق بي، يعني احسن حاجه هي ناخذ 10 زائد 7 17 السي. او عندنا طريق وحده هي نجيو لها من بي كا ولا ماكا، يعني نفسها اف فوالا. دابا اف عندنا الحق، دابا شنو بان لكم اف منين نقدروا ندوزو لها؟ جاوبوني، عندكم ا بي بي ا سي لي فيكس، ندوزو لها من بي؟ لا، من ا لا، ولكن من سي ندوزو لها صافي. يعني غادي نجيو لاف ونكتبو 25 عن طريق السي، وبقات لنا جي اللي نوت ريتشابل ما نقدروش نوصلوها. وشنو غادي نديرو؟ غادي نختارو اصغر فالور هنا، واصغر فالور هنا شنو كاينه؟ كاينه 25 ديال اف، وكاينه 21 ديال او، وكاينه 17 ديال السي ديال الدي عفوا هاد لاكاز. شنو غادي نختارو؟ 17، يعني هي الصغيرة. شنو غادي نكتبو هنا؟ غادي نقولو اسيدنا حنا وصلنا للدي كونسومينا غير 17 وجينا على ظهر السي صافي، ها هي شفتوها؟ ها هي عندنا 17 واحد 32، هادي خطأت في الحساب اف. اه فوالا فوالا اف، درت واحد الخطا نيت مزيان باش نيت ما نعاودوش بجوج. دابا اف قلت لكم 25، ولكن منين غادي تجي؟ غادي تجي على ظهر السي، دائما بقا تقراو زائد لا ريفيرونس، 25 زائد 7 هي 32 صافي. دائما اي نقطه جيتو لها ماشي نقطه، شوفوا ديك النقطه اصلا اللي فيكس
بشحال راك وصل لها بعدا راك خاسر 7 دراهم. انت جاي كتقول للوالد راه 25 درهم، انت اصلا مقدي 7 دراهم ديال الطوبيس. يا هي الرقم كيتشابهوا، ما عليناش صافي، فهمتوا البلان. فدابا غادي نجيو دابا نفيكسيا بي و ا و سي و دي. شنو بقاونا؟ بقى لنا او اف و جي. فوقاش كنوقفوا هاد الالغوريثم حتى كنفيكسيو هنا داك البولي بغينا نوصلوا ليه؟ يعني حنا فينا قلنا راه عقلتو، ما تنساوش قلنا غادي من بي لجي نهار، ماشي غير كندوزو على لي بوين كامله، لا نهار جي كتفيكسا صافي كيكون سالا الالغوريثم صافي. فتبعوا معايا في هاد القطعه ها هي. دابا شنو قلنا؟ قلنا او. دابا او خصنا نشوف واش نجيو لها من دي ولا من سي ولا من بي ولا من ا. دائما كنشوف داكشي كاع اللي تفيكسا، شوفوا لنا او ها هي. دابا امنا نقدروا نجيوها من دي ومن بي. ا سي بعد عليها. فشنو غادي نشوفوا؟ غادي نشوفوا او رجيناها من بي كنكونسيمو غير 21 زائد 0، ها هو كاينه ولا لا. وكنلقاو بان الى مشينا جبناها من دي، فشنو غادي نلقاو؟ شوفوا دي اصلا دي مكونسومين 17 كا ولا ماكا. فشنو غادي نديرو؟ غادي نلقاو راسنا بان 15 زائد 17، 5 زائد 17 هي 32 صافي. واصلا حنا من بي جايين غير ب 21، الله غادي نخلو الصغير 21. نعاودو نجيو لاف. دابا اف حتى هي نقدروا نجيوها عن طريق دي وعن طريق سي. عن طريق سي غادي نكونسومي 25 ونزيدو 7 ديال سي اللي هي شحال 32، وعن طريق دي غادي نكونسومي 17 ديال دي ونزيدو لها 12 اللي هي 29. يعني هادي ما بقاتش خدامه، يعني 29 خير من 32، هذا اللي تبدل صافي 29. وشنو باقي لنا؟ جي. جي نقدروا الطريقه الوحيده اللي عندنا هي ندوزوها عن طريق دي. وشحال غادي نكونسومي؟ 31 زائد اش باش وصلنا لدي. دي اصلا وصل لها ب 17 يعني هي 48. ها جي بقات كتبان. شكون غادي ناخذ في هذه؟ هي الصغيره اللي هي او. يعني انا تلقى او غادي نكونسومي 21 ونجيو عن طريق او، غادي نجيو عن طريق بي. بي ولا سي ما عرفتش شكون الصغيره فيهم. فوالا ها هي 21 عن طريق بي صافي. ونكملوا الالغوريثم. قلت لكم حتى كتفيكسا لا ديستيناسيون ديالنا اللي هي جي، حتى تبان لنا جي. دابا شنو بقاو؟ بقاو جوج ديال لي بوين. دابا خصنا نشوفوا هاد اف بشحال نجيو لها، من او ولا من دي ولا من سي ولا من بي ولا من ا. كنختاروا الصغير. دابا اف ها اف فرا. دابا اف نقدروا نجيو لها من او ومن دي ومن سي، اما من ا ومن بي راه بلوس لانفيني بعاد عليها صافي. غادي نشوفوا واش نجيو لها عن طريق سي نكونسومي 25 ونزيدوها 7 سي، ولا نكونسومي 12 ونزيدوها 17 دي، ولا نكونسومي 10 نزيدوها 21 دي. لا فالور صغيره كنحطوها هنا. والجي شنو عندنا؟ نقدروا نجيوها من او ونقدروا نجيوها من دي، حيت او ودي هما اللي فيكس، ونقدروا نجيو نمشيو منهم للجي. كيبان لي بحال اللي كثرت بزاف، ولكن غير بشويه ركزوا، راه سيبورت كل دائما غادي يبقى لتحت سيبورت ديال زعما ديال البريزونطاسيون صافي. فشنو هنا؟ غادي نختاروا الصغير. غادي نجيو لهنا. شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بان صغر فالور هي نجيو 29 عن طريق او، يعني اف نجيو عن طريق او، يعني من او لاف. وبهادي غادي نكونو كونسومينا غير 29 صافي. والجي 48 عن طريق دي هي الصغير. فاش تكون غادي نفيكسيو هنا لو سومي فيكسي هو نختارو الصغيره، يعني غادي نفيكسيو اف ها هي عن طريق او اون كونسومون 29. ها هي اف كونسومينا 29 جينا للدي صافي. ولي طاب الاخرى اللي بقات غير جي، غادي نشوفو اصغر طريق نجيو لها. دابا جي غادي نشوفو من اف ومن او ومن دي ومن سي ومن بي ومن ا. شوفو راه ما كنشوفوش هادو لي لور، كنشوفو هادو لي فيكسر على حيت جاو مرتبين في الطابلو. شو غادي يبقى يشوف هادوك اللي قبل منا؟ لا راه قلت لكم الطابلو راه ماشي بالضروري عمر كامل، هاد المره راه عمر كامل. اما راه الطابلو تقدر تخلي شي كاز ما تكملش، يعني ما تفيكساش، رديتو البال كامل تفيكساو غير حيت هاد التمرين جرجرنا وصافي. خصك المهم زعما اكستريم باش تفهمو مزيان، اما ماشي بالضروره. ليسونسي ديالك هو انك تابليك الالغوريثم جوسكا افوار هنا لا ديستيناسيون. هي عاد بانت راه بقات غير وحده، هي المي وحده، ولكن خصنا هي وحنا كنعمروها دائما ما ترسل. ما تنساوش عندنا بي ا سي دي او اف كامله فيكس، يعني جي خصنا نشوفو لها كاع الطرق اللي نجيو. تقدروا تشوفوا من او من دي ومن اف. نشوفوا واش نجيو بسبعه اون كونسومو 29 ديال اف، ولا نجيو ب 10 ولا 31. 31 اون كونسومو 17 ديال دي ها هي، ولا نجيو
ب 17 اون كونسومو ديال او اللي ها هي 21 ديال او الصغيره لقينا هي 36 صافي هادشي اللي كيكون دابا ها حنا سالينا الطابلو ظهرت تجي دابا كيفاش كنقراو لو شوما ديالنا كريتيك ديال لو بلي كور شوما ديالنا فين راه ببساطه شنو كندير كنشدو هذيك الجي ديالنا وكنقراو هذه اللي حداها الجي وصلنا لها عن طريق او دابا او كنمشيو نقلبوا عليها عاوديني كنبقاو يسار يمين يسار يمين ها او جينا عن طريق بي في الربي لا نورمالمون اف هنا راه خطا ولا كاين هنا شي خطا غنشوف هاد الاخر اف جينا لها عن طريق ها هي شفتوا الخطا اف راه جينا عن طريق بي طريق او ها هي هادي اللي هنا راه ما طقلات صحيح اف 29 اون كونسومون او فشنو غادي ندير غادي ندير الكل ميمس ها ندخل لهاد الشيء اريزر ثاني الممساحة عاود ثاني شنو قلنا هادي قلنا هادي راه او واش لاحظتها ولا لا ها هي راه 29 عن طريق او راه بين قوسين ودابا راه نقراو هذاك الالغوريثم ها كيفاش كيتقرا بسيط داكشي قلنا جي او ها او دابا ها هي شفتوها كنبقى نقراو في هادو اللي هنا يسار يمين او جينا لها عن طريق بي ياك عن طريق او جينا لها عن طريق انا شيطان دابا درنا او جينا لها عن طريق او بي بي جينا لها عن طريق ديك ما خطات انا حتى شي حاجه 21 شنو عندنا هنا بي فوالا سي دي لا كاين شي فالور هنا اللي خطأ حنا كنكتبو صافي تزيد واش بان لكم شوفوا شوفوا هادي راه 36 عن طريق اف شفتوها دابا لي فالور خاطئين هما اللي دابا ماشي يخليونا نشرح لكم الالغوريثم صافي حاولوا نتوما ها هي مزيان اللي كديروا لي زيرو باش حتى بنادم يفيق معنا في اللصق دابا ردوا البال صافي راه كيبان لكم هادشي ردوا البال هادشي اللي هنا راه هو اللي كيتنقل لهنا كنقولوا هاد النقطه كنجيو لها بهادي سلاش هادي اللي جينا منها فدابا قراو مزيان دابا جي اف كنمشيو لاف اف جينا عن طريق او او ها هي او عن طريق بي كنطلعوا حتى هي ما خطاناش فيها وقلا او جينا عن طريق دي المهم هاد لي فالور كاين شي وحده فيهم اللي خاطئه ففهمتوا البلان كيفاش كتقرا كنديروا جي اف وكنمشيو لهادي نقلبوا عليها هنا اف داكشي اللي حداها كنعاودو نقراوه صافي كنعاود نجي لاو عن طريق او جينا لها عن طريق اش عن طريق بي كنخدموا نفس البلان كنمشيو نقلبوا على بي هنا صافي وكنساليو يعني الالغوريثم كيفاش غادي تكتب غادي تكتب جي اف او بي وكتقراوه بالمقلوب يعني بي او اف جي انا متاكد بان الشوما خاطئ يعني كاين خطا في هاد لي فالور صافي ولكن راكم فهمتوا الطريقه باش كيتقرا يعني كتبقى تقرا يسار يمين يسار يمين يسار يمين غير كون صحاح مزيان حاطين لي بوين هنا ما عرفتش شنو هو الخطا بالضبط فالريزر خطا الصراحه ما عرفتوش هنا ما بانليش فايرا خلينا هذيك او دي المهم اهم حاجه هي تكونوا كتعرفوا تقراو تخيلوا حيدنا ديك دخلينا هذيك دي درنا 29 عن طريق دي واخا ما صحيحاش دابا غادي تكون جي اف صافي جي اف ودابا اف دي دي سي صافي فهمتوا البلان سي بي و بي يعني كتبقى يسار يمين كتعاود تقلب على هذه اللي في اليمين يسار يمين وكتكون بحال اللي كتكتب الشوما بالمقلوب انت بغيتي تمشي بالجي بي كتعاود تقرا بالمقلوب يعني غادي نمشيو من بي للجي صافي واهم حاجه هي لا كونسوماسيون توتال اللي كتكون هنا ها هي نورمالمون غادي تكون هي هذيك 36 خاصها تكون هي لو ان عندنا جي اف فوالا قلنا جي اف يعني 7 ها هي عندنا 7 زائد شنو قلنا قلنا اف اف او واقيلا 17 زائد نديرو زائد 21 هذه شحال كتساوي هذه اصلا ما عرفتش نعطي ديك الرقم فالمهم انتم عندكم
انت كنت زعما تاكدوا مزيان لي فالور راه الطابلو هذا اللي المهم هزوا من عنده الساد فيه دي فالور خاطئين بزاف. فاهم حاجه هو انكم تفهموا الالغوريثم كيفاش كيخدم والطريقه باش كيتقرا. ودائما كنعاود نرجع راه اهم جمله هي حل المعادله هو كذا. صافي حل المعادله هو كذا يعني لو بلو كور شوما هو هذا افيك هالو كو توتال ديالي وتحسبوا بحال دزنا من هاد الطريق غادي تحسبوا داك التوتال ديالها. والله الذي لا اله غيره الذي راه رابع من مره كنسجل هذا ديال جيكسترا وطلع لي قولات الكود صحيح. راه كنكون كنريكوردي وبعد مره كيجي سطا وكنوقف كنعاودو ا زيرو ولكن في سبيل العلم في سبيل الله. فالمهم هذا هي اهم حاجه الالغوريثم دو جيكسترا اي كورامون ايتيليزي بور ريزودر لو بروبليم دي بلو كور شومان دون ان غراف بونديري. ها لي سيتوياسيون مثلا شوف السيتوياسيون الاولى ريزو ها هو de transport. Quel que trouver le chemin le plus court entre deux points dans un réseau routier, ferroviaire ou aérien pour optimiser le temps de trajet. يعني اصلا ديكسترا كيما قلت لكم كيكون حتى هو كيحتاج لا كونيكتيفيتي او بيان لا كونيكتيفيتي باش انا غادي يخدم و حتى هو نفس البر هو اصلا كيكون واضح trouver le plus court chemin. trouver le plus le chemin optimal de aller de هادي لهادي. صافي هادشي اللي كاين. وصلنا لاخر نقطه المنتظره. المهم ما عنديش الصراحه تصحيح مي راه كنت خاوي نقدر نقاد التصحيح زعما كان عندي شي وقيته. فالمهم ليكزام كان ساعه وثلث الدوكيمون نو اوتوريزي. وشنو كان ببساطه كان الغوريثم او بيان اكزرسيس ان دو كور لي الجواب ديالو كتجاوب عليه اعتمادا على دوك اللي كنت كنشرح لكم دوك لي بروب لي فوالا لي تيوريم لي تيوريم لي كوغولير اللي كنتو شفتو هما باش كنجاوب ديريكتومون. صافي فوالا التمرين الثاني الى لاحظتو راه ديال يعني المينيموم سبانين تري ديال لاربر كوفرون مينيمال اشتو قالك هنا جوستيفي بان لو غراف اي كونيكس. ها هي كنت نفطر عليها في ليكزام ديالي يعني هادشي كنجيبوه من الهضره يعني راه خصكو تكونوا دو بون نوغاتور يعني داكشي تكون عندكم اللباقه وصافي كتبوا داكشي وان شاء الله يكون هي الخير. وهنا ديتيرميني لي كونيكسيون يعني تروفي لاربر راه دائما خصك انت تفورمي. فوالا ها ليكزيرسيس اللي قلت لكم ديال الكولوراسيون يعني اللي قالك شنو قالك هنا بي نو بو اتر ترونسبورتي افيك بي 2 بي 3 و بي 4 بي 2 داكشي اللي كنت كنشرح لكم يعني دوك اللي ما كيترونسبورطاوش مع بعضياتهم هما اللي كنليو وكنحولوا البروبليم دو كولوراسيون كنعيطوا على ويل شي باول كيعطينا لو نومبر كروماتيك وكنرجعوا كنقولوا فوالا ها هو قال كومبيان دو واغون سونتي نيسيسير دو او ترونسبور دو سي برودو هذا هو لو نومبر كروماتيك. صافي لو كاتريام اكزيرسيس سيتي ان اكزيرسيس ديال جيكسترا كانوا هنا جوج ديال الاسئله. فوالا شوف قال اكزيستيل ان باركور اون برانتون توت لي زالي سافو دير لي زالي يعني هما الدوزات فين كندوزو يعني شنو راه لي زاغيت. صافي وهنا قال اكزيستيل ان باركور اون برانتون توت لي زالي اون ان سول فوا اون بارتون دو لوكال تاتا من الاخر حيت كنقولوا يعني ديك الخدمه ديال شنو ديال اوليغيان ديال هاميلتونيان ديال une chaîne شنو سميتها اليمونتير une chaîne simple يعني واخا يكون تلاعب يعني ان جودمون واخا يكون تلاعب بالكلمات ولا بالمفردات صافي راه باين بحال يعني راه بحال قال لك هنا اكزيستيل شوف اكزيستيل ان باركور اون برانتون راه بحال قال لك اكزيستيل ان سيكل حيت علاش قال لك غادي ندوزو منها ونعاودو نرجعو لها ها هي يي غوفونير اكزيستيل ان سيكل بما انها كيدوز هذا من لي زالي اوكليديان هادشي اللي قالك في السؤال بحال اللي قالك هكا ديريكتومون. وشنو قلت لكم انا قلت لكم ها هي شفتوا هادي ربي مازال نيت مدور عليها في ليكزام ها هي شفتوا ال عندها لو دوغري امبير ويلا راه عقلت على واحد التيوريم داكشي باش كنقول لكم دوك لي تيوريم تكونوا فاهمينهم وحافظينهم كتابليكيهم بما ان ال عندها دوغري امبير فامبوسيبل تلقى هذاك لو شوم اللي غادي تبدا من ال وتكمل وترجع ليه ماشي بالضروره حيت ال هي اللي عندها داكشي زعما ما يمكنش تبدا منها لا راه بحال زعما من نابورت كيل بوين ميمكنش تبداو ترجع ليه. صافي هادشي اللي كان والمهم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب والمهم حظا موفقا والمهم اللي يخدم ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا اللي يخدم المهم وتونجاجا شويه راه ميكون غير الخير ان شاء الله.
ولا تنسوا دعوتكم لإخواننا الفلسطينيين، اللهم فك حصرهم ويكون خير إن شاء الله. واللي يحتاج شي حاجة دائما كما كنقول لكم علبة تعليقات أسفلهم أسفل الشاشة، المهم كومونتيو كيما بغيتو ويكون خير، يكون خير إن شاء الله. والمهم راه ليكزام ألف وزاف إن شاء الله، راه يكون غير الخير، غير نتوما وجدوا في مو هادشي اللي كاين في اللصق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. غادي ندير لكم ديك ديال النشره الاخباريه، فهمتوا داكشي ديال انفوسوار ولا الموجز الرياضي. سيداتي سادتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، موعدنا يتجدد في الحلقه المقبله على نفس القناه وعلى نفس التوقيت. اعانكم الله، تهلاو تشاو.